نحاول ان شاء الله. المشكلة برضو ان في واحد في نفس التوقيت عمل، يعني ربنا ييسر ان شاء الله. اتفضلي. لا حضرتك ايه في الاعتداد؟ خلاص الريكورد التسجيل بدأ. اتفضلي. اتفضلي. السادة المتدربين الزملاء الأعزاء، النهاردة مع بعض إن شاء الله هنحط النقط على الحروف في استمارة الترشح، وكلنا بإذن الله مقدمين ومقبولين بإذن الله. إحنا بدأنا مع بعض المبادرة من 26/5 لحد النهاردة ومستمرين مع حضراتكم. في بس مهام مهمتين مطلوبين من حضراتكم تنفذوها علشان تحصلوا على شهادة مجمعة باسم المبادرة وكل التطبيقات اللي حضراتكم حضرتوها معانا. فمن هنا كنا أنشأنا فريق قبل كده في تطبيق تيمز اسمه مبادرة ألف معلم مبدع خبير مع بعض. فأنا طبعا إحنا عارفين إن إحنا بنجيب الرابط منين، لو أنا ضغطت على الثلاث نقط هنا بجيب الرابط منين، أخدناها قبل كده جيت لينك تو تيم وحطوا لكم الرابط في الشات، وهاخد الرابط وانسخه لكم في الشات. هفتح مع بعض الفريق بتاعنا الافتراضي، هنلاقي في مهام عندنا عايزين ان شاء الله كلنا ندخل ننفذها. اول مهمه عندنا ان انا عامله مهمه على موقع فيليب جريد. حضرتك هتدخل تقول لنا ايه رايك في مبادره الف معلم مبدع خبير، هل فعلا حضرتك استفدت منها؟ طب لو حضرتك استفدت منها هتقول لنا ايه وجه الاستفاده اللي انت استفدتها، هل اخذت التطبيقات دي وفعلا بدات تنفذها مع طلابك، او ناوي بعد كده تنفذها مع طلابك في العام الدراسي الجديد ان شاء الله 2021 2022. فعايزه من حضرتك سواء براحتك الشخصيه خالص، سواء صوت او فيديو، حضرتك هتدخل تسجل من خلال الرابط ده. الرابط ده هتوصل له منين؟ انا هحط لكم رابط الفريق بتاع المبادره. كمان في واجب عندنا، ايه هو الواجب؟ لو حضرتك ضغطت عليه على الواجب الاساينمنت، طبعا انت هتدخل على القناه الجنرال هتقول لي برضو هي نفس الحكايه استفادتك بقى، يعني في الفليب كريت هتقول لي ان انت استفدت بالصوت والصوره زي ما حضرتك تحب. هنا بقى هتدخل لي ادله، هتبتدي هنا ترفع لي ادله ان انت فعلا استفدت ونفذت شغل. طب هترفعها ازاي؟ زي ما حضرتك تحب، ترفعها في سواي، ترفعها في وورد، ترفعها في باوربوينت، تقول لي تتكلم ببساطة وتقول لي أنا استفدت من إيه ونفذت إزاي مع طلابي، أو سواء دربت زمايلك وتقول لي أنت عملت إيه. في حاجة بقى جميلة ودي كانت اقتراح من أستاذ فوزي إن إحنا نعملها علشان حضراتكم، علشان الكل إحنا بنقول إحنا أهم حاجة عندنا مهارة التواصل والاتصال، وفي مشكلة عندنا إحنا نتواصل مع بعض إزاي. فانا من خلال كوميونيكيشن قناه انشاتها اسمها كوميونيكيشن، حضرتك هتدخل عليها وكلكم طبعا لما تبقوا اعضاء هتبعتوا طلب، انا هبعت لك الرابط وانا لما اشوفه هوافق لك عليه، لان المبادره دي خاصه بالفريق بتاعنا فانا عاملاها خاصه. حضرتك هتدخل هنا على الكوميونيكيشن وهتعمل نيو كونفرسيشن محادثه جديده، وحضرتك هتبتدي هنا هتحط ايه؟ هتحط رابط الفيسبوك بتاعك، وهتحط رابط التويتر، وهتحط رابط اليوتيوب، وهتحط رابط ايه كمان؟ اللينكدين. دي اهم حاجة عندنا في استمارة الترشح ان حضرتك تكون عندك موقع على تويتر ويكون عندك موقع على لينكدين. طيب انتوا اشتكيتوا وقلتوا احنا نتواصل مع بعض ازاي وبتحطوا على جروبات الواتس والدنيا بتتلخبط، لا، فبدل ما نعمل مجموعة بره لا احنا عاملينها اهو في قلب التيمز. كل واحد هيدخل هيحط رابط التويتر ورابط اللينكدين ورابط الفيسبوك عشان احنا نتعرف مع على بعض وكلنا هنعمل متابعه لبعض. بس انا عايزه طلب، يعني مثلا لو فرد استاذه، هنقول استاذه ليلى دخلت هنا تحط لي كل الروابط بتاعتها مره واحده في بوست واحد، وكلنا هندخل كزمايل مع بعض هنتواصل مع بعض وهنعمل سؤال المتابعة. هو ده اللي مطلوب من حضراتكم. يبقى هما ثلاث مهمات، حضرتك هتدخل على قناة الكوميونيكيشن وهتكتب هتاخد اللينك بتاع المواقع بتاعت حضرتك وهتحطها هنا في بوست واحد وترسلها، تمام؟
يعني انا مثلا لو جربت معاك وخدت اهوت اجيب رابط تويتر بتاعي، وهحطه لكم اهو تمام، وهبعته، ده رابط التويتر بتاعي. كلنا بقى ندخل، هتعملوا لي متابعة، وكذلك حضرتك كل عضو معانا هيدخل في الفريق هيحط الرابط بتاعه، وانا هعمل له متابعة، واي زميل معانا هنعمل له متابعة. خلاص. الحاجة التانية، في القناة الجنرال بتاعتنا هنعمل ايه؟ هنروح هتلاقي في القناة العامة في حاجة مكتوبة لك اسمها واجب فيو اساينمنت، حضرتك هتضغط عليها وهتدخل وتبتدي ترفع الشغل بتاعك، وضح مدى طبعا دي ظهرها لي لان انا ملك الفريق، المفروض حضرتك هيظهر لك هنا، هيظهر لك ابلود انك تحمل، هتكتب بقى هنا هتحمله على عندك على وان درايف وترفعه لي هنا سواء ملف او سواي، وتكتب لي فيه بقى مدى استفادتك من المبادره، حوالي بقينا مع بعض اهوت حوالي شهر متواصلين مع بعض، هتكتبها، وفي نفس الوقت هتكتب ايه اللي انت عاوزه يتعاد، ايه التطبيق اللي انت عاوزه يتشرح باستفاضة تاني وعاوز حضرتك تعيده. تمام. بالنسبة لرابط الفريق انا هحطه لكم على الشات، علشان نبتدي ندخل عليه. بس طبعا مش هندخل دلوقتي، احنا هنتابع مع السادة الزملاء. النهاردة أستاذ فوزي عامل لنا مفاجأة جميلة جدا مع السادة الزملاء، قال هنعمل تبادل أدوار، المتدربين اللي كانوا معانا بقى على مدار شهر ونص، النهاردة هيبقى كل متدرب مدرب وهيقدم سؤال، فإن شاء الله مع بعض هنبتدي بقى يا أستاذ فوزي، وبعد كده هنعقب على الأسئلة إن شاء الله. في حد عنده تعقيب أول على المهام؟ ولا نبتدي على طول يا أستاذ فوزي؟ أستاذة هدى لو تسمحي. اتفضل. أي روابط حضرتك هتنزليها بعتها لي على الشات على طول، على الواتس، عشان أنزلها على الجروب بقى. تمام. ممكن نخلي الرابط بعد ما نخلص المحاضرة عشان الناس ما تتشتتش وتركز معانا في الأسئلة. إيه رأيك؟ خلاص. خلاص ماشي، اصل بيطلبوني بيها على الواتس. تمام ماشي. هنبدا بقى دلوقتي في المفاجاه الجميله اللي استاذ فوزي عاملها لنا، تبادل الادوار، المتدرب معانا بقاله شهر ونص، النهارده هيصبح مدرب وهيقدم كل سؤال، ونبتدي ان شاء الله نعقب عليه. اتفضل يا استاذ فوزي. طيب انا هفتح المايك للزملاء اللي هم الستة اللي موجودين، يعني يعرفوني ان هم رافعين ايديهم، ان شاء الله يكلموني صوت يعني. انا بس يا استاذ فوزي كنت عايز الروابط لو سمحت، اذا كنت هتحطوها على الشات مش موجود. الاستاذ هدى انا قالت رافع ايدي عشان خالص، الأستاذة هدى قالت الآخر خالص، هنبعت الروابط كلها عشان منعا للتشتت. بالنسبة لحضرتك، احنا هنحط الحسابات بتاعنا، هنحطها على تشات بتاع تيمز ولا نحطها على الواتساب؟ وشكرا. هنقول حاضر، هنقول حاضر. في ستة معانا. استاذ فوزي، الاستاذه نهاد معانا ورفع ايدها. رفعتيها. تمام. الاخوه اللي احنا كنا نزلنا اسمائهم السته، اذا ما حدش حد منهم اترفع يفتح المايك ويكلمني بس ويقول ان انا رافع ايدي. الزملاء لو سمحت استاذ فوزي، انا مش شايفه صوره، ما عنديش اي امكانيه. لا الصورة حد سامعني؟ ايوه انا سامع حضرتك، الشير واضح، ويبقى مشكلة نت عند حضرتك. ارد بعد انا مفيش عندي شير ولا في عندي شات،
ولا شات ولا أي شيء يعني غير بس الصور. مش الصورة موجودة تمام، الصورة وصوت الأستاذة هو ده مسموع. الشات بيختلف من موقف لموقف، إما نتيجة النت أو نتيجة الدومين مختلف. طيب الصورة حضرتك ما فيش عندي صورة. صورة إيه؟ يعني اللي هو الشير نفسه الشير. اللي بتعرضه أستاذة هدى ما أنتش شايفاه؟ لا لا خالص. لا يبقى مشكلة نت عند حضرتك، اخرجي وادخلي، اخرجي وادخلي تاني. الزملاء اللي احنا قلنا عليهم هنادي اسمائهم لو موجودين. استاذنك يا استاذ فوزي هرد بس على الاستاذ اللي سأل الواجب هينزله فين والروابط. احنا قلنا احنا عاملين في الفريق هنا على التيمز، كل شغلنا هيبقى على التيمز. الواتس خليه بس للاعلانات بتاعه التدريب او الفورم وشيت الاكسل. هنا حضرتك هبعت لك الرابط بعد في اخر المحاضره ان شاء الله علشان حضرتك تضاف للفريق، وهتدخل هتعمل الاساينمنت هتضغط عليه وتبتدي تعمله. وهنا ده الموقع اللي على فليب جريد، هتدخل تسجل صوت او فيديو. حضرتك من هنا من نيو كونفرسيشن هتضغط وهتبتدي تحط الرابط في قناه الكوميونيكيشن باتصال، هتضغط عليها وهتبتدي تحط الرابط بتاع حضرتك بتاع تويتر وبتاع لينكدين علشان كلنا نتابعك. تمام وضحت؟ محدش يحط روابط لا تويتر ولا لينكدين ولا اي حاجه على جروبات الواتس يا جماعه بعد اذنكم، احنا عاملين الفريق ده علشانكم، هندخل كلنا هنا علشان نتواصل مع بعض من خلال الفريق. شكرا. الأستاذة أمل محمد صلاح النجار، أنا سمعت صوت موجودة. نعم أستاذ فوزي موجودة. طيب ماشي شكرا. الأستاذة فاطمة الزهراء السيد زكي موجودة. أستاذة أماني محمد رسمي فراج تمام موجودة. أستاذ فوزي موجودة موجودة. أنا رفعت حضراتكم الاثنين اللي ردوا عليا مرفوعين برزنتر. تمام أوكي. يعني لما كان الصوت ما مغلق عند الجميع كان عندكم موجود مفتوح؟ كان موجود تمام. طيب. أستاذ حامد أحمد سيد جاد موجود. أستاذ عزة السيد عبد الصمد. أستاذ حامد موجود والأستاذ عزة موجودة. أستاذ علي قرني علي أبو طالب. طيب يعني إحنا اللي موجود معانا اتنين، يعني مع إن إحنا حاطين الأسماء من بدري وقلنا إن هم يتواصلوا، إنما يعني ما فيش مشكلة. الأساتذة الأستاذة أمل محمد صلاح هتقدمي لنا يا أستاذة أمل الآن. السلام عليكم أستاذ فوزي، كنت تواصلت معي بخصوص شرح السؤال الأول. تمام ما هيش مشكلة، إحنا الآن متاح إن أنت تختاري أكتر من واحد طالما إن في زملاء غايبين إذا بالإمكان. نعم نبدأ بالسؤال الأول إن شاء الله. ابدأ وعند ما يعني ما تحب تتوقف ادينا خبر، وأستاذة أمان إن شاء الله تواصل بعد. معلش لو أستاذة أمان تبدأ بس ثواني، لا بس لأنه في عندي بس مشكلة يمكن أغير الجهاز ثواني. أستاذة أماني على استعداد تكملي من عندي إيه؟ عادي أي حاجة كلهم أوكي تمام مستعدة ليهم. لو تحب طيب نبدأ من السؤال الأول لعبل ما تيجي أستاذة أمل أوكي ما فيش مشكلة. لا سيبي لها الأول وابدأي من الثاني. نبدأ من الثاني تمام. وهي لو جات على السادات تكمل أي حاجة مش مشكلة، بس هنحجز لها الأول. أنا عايزة تشيري تفضلي. أوكي تمام. معاكم الأستاذة أماني محمد رسمي فراج. الصراحة هو ده تقريبا هي مصرية ومقيمة في الكويت صحيح؟ تمام. فهي هتكمل تعريف بنفسها
وهي يعني على ما يبدو لي إن شاء الله هي من المتمكنين يعني في التكنولوجيا. إن شاء الله. هي هتعرفكم بنفسها وهي بتشير و إن شاء الله هتجاوب على كل يعني ما يتاح لها من أسئلة بالتفاصيل أستاذة أماني، التفاصيل وببطء شديد، لأن إحنا في لحظة اللي عايز مش عايز مش عايز يتفرج ويشاهد، لا هو عايز يقف على النقاط المهمة لا البسيطة، مش عايز يعني إيه بالراحة خالص، وقولوا له أنت اتصرفت إزاي في الأسئلة دي. تمام اوكي طبعا معاكم انا اماني محمد رسمي، معلمه لغه انجليزيه من 2002 حتى حاليا، معلم مايكروسوفت خبير، مدرب مايكروسوفت خبير، مستشار تدريب دولي وتكنولوجي جامعه ستانفورد وكليه لندن. مش هطول عليكم طبعا، سفير لعديد من المنصات الالكترونيه. طيب النهارده احب طبعا اوجه الشكر لفريق الاحتياجات التدريبية، يعني صراحة فريق لاقى صدى هائل في جميع أنحاء الوطن العربي، بس يعني ما شاء الله عليكم، اللهم اجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم. جزاك الله خير أستاذ فوزي على التواصل معايا كمتدربة كنت في فريقكم. طيب دلوقتي إن شاء الله هبدأ بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول إيه؟ أوصف لي أدوات مايكروسوفت اللي أنا استخدمتها عشان أزود من سهولة الوصول للمتعلمين. طيب إحنا هنا هنقف عند مايكروسوفت تولز. طبعاً إحنا في عملية التعلم عن بعد استعملنا كتير تطبيقات من مايكروسوفت زي التيمز، زي الوان نوت، زي الفليب جريد، زي الويكلت، تطبيقات كتير جداً. هل أنا هذكر التطبيق ده؟ لا، أنا هذكر مثلاً على سبيل المثال هذكر تيمز، وإيه الأكسسيبيليتي تولز أو ايه الادوات اللي ساعدتني في تيمز اني اصل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه، الفروق الفرديه بين الطلاب، عندي طلاب سمعيين، عندي طلاب بصريين، عندي طلاب بنقول عليهم فيهم حالات تاخر دراسي، عندي طلاب ذوي احتياجات خاصه، يبقى عندي احتياجات تدريسيه عاليه او احتياجات للطلاب مختلفه. أنا إزاي وصلت لهذه الاحتياجات؟ خلينا مثلاً نبدأ عن التيمز ونشوف التيمز فيه إيه؟ معايا كده؟ لحظة شوية أشارك التيمز وأفتح معكم فريق. ظهر كده فريق التيمز؟ يعني مثلا انا عندي التيمز، عندي اقدر اعمل فيه تطبيقات مختلفه، مثلا في انسايت، في كمان لحظه شويه اشارك التيمز. تمام عندي هنا مثلا ده فريق تيمز. لو نشوف هنا فريق التيمز عندي فيه ايه، اقدر اضيف فيه ون نوت. خلينا اجيب فريق صفي. عندي هنا اي فريق صفي او فريق تيمز بلاقي فيه الكلاس نوت بوك، بلاقي فيه ايه كلاس نوت بوك، يبقى نعتبر هنا اول اكسسبيليتي تول عندي الكلاس نوت بوك. عندي كمان من الاكسسبيليتي تول التولز اللي تقدر توصلني للاحتياجات الطلاب المختلفه، اني بقدر اعمل فرق، اقدر اعمل فرق مغلقه او غرف مغلقه اضيف فيها الطلاب على حسب احتياجاتهم الفرديه. طيب انا اوثق الدليل ده ازاي؟ اخد سكرين شوت منه، يعني مثلا هنا هقول إضافة غرفة هسميها مثلا جروب نمبر 1 الغرفة الأولى، وأحط لها وصف، وعندي هنا عند البرايفسي أخليها إيه، أخليها برايفت، غرفة
خاصة. طيب الغرفة الخاصة دي هحط فيها مثلا الطلاب اللي هم المبدعين، اضع طبعا اسم الطالب ولو عندي مدرس زميلي عايزة ايه اضيفه. طبعا انا مش هحط الغرف عشان وقتنا كده، انشأت غرفة للجروب الاول، انشأ غرفة للجروب الثاني، انشأ غرفة وهكذا. طيب اعمل ايه؟ اخد سكرين شوت واحطها ايه كدليل. هل انا هرفق الادلة في السؤال ده؟ السؤال ده نظري فقط، عايز مني وصف انت معلم مجتهد او معلمة مجتهدة اقدر ارفق الادلة دي في ايه، اقدر ارفقها في سوي او باوربوينت او وورد او اي حاجة. تمام، يبقى كده اول اكسسبيليتي تول داخل التيمز اني اقدر اعمل غرف غرف مغلقه للطلاب ذوي الفروق الفرديه. عندي حاجه كمان من داخل التيمز اني اقدر اعمل بريز، اقدر ادي مدح او تحفيز، دي تعتبر ايه اكسسبيليتي تول. اقدر ابعت لهم هنا ستيكرز زي ما احنا شايفين، مثلا اي ستيكر تحفيزي يبقى انا حفزت الطالب اللي هو عايز ايه تحفيز عالي او متوسط وهكذا. عندي كمان من الاكسسبيليتي تول اني اقدر ان الميتنجز عندي نفسها اقدر من خلالها فيها ايموجيز، الميتنج فيها ايموجيز، فيها غرف جانبيه، تعتبر دي ايه اكسسبيليتي تول، يعني حاجات بتساعدني اني اوصل للفروق الفرديه بين الطلاب. تمام كده. طيب لو في اي سؤال استاذ فوزي اثناء الشرح عادي، انا احب الاسئله اثناء الشرح. تمام، لو فتحنا المايك حضرتك هيبقى يعني ايه في اكتر من واحد بيتكلموا في وقت واحد. لا عادي، لو يرفعوا ايديهم وحضرتك تستقبل الاسئله، لان انا احس الشرح عندي سريع، فعشان بس الناس تبقى متواصله معايا. براحتك خالص، معلش رجاء من الزملاء اللي رافعين ايديهم ينزلوا ايديهم علشان نعرف اللي عايز يسال نفتح له المايك. اوكي، يبقى انا بمسك كل تطبيق، التطبيقات اللي انا استخدمتها اثناء الشرح اثناء مشروعي، المشروع بتاعي استعملت فيه تيمز، ايه الادوات اللي داخل تيمز؟ سؤال استاذ اماني من استاذ عادل شمروخ. اتفضل استاذ عادل، افتح المايك استاذ عادل اتفضل. استاذ عادل مع حضرتك، الصوت مش واضح. مسموع عندكم استاذ عادل؟ يعني شويه ضعيف، اتفضل حضرتك اسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. كده صوت مسموع؟ تمام اوكي. يا فندم انا بقول في ادوات التحفيز بالنسبه في استخدامي في داخل التيمز، يعني انا يعني الطلاب مثلا، انا مثلا صممت مثلا فورمز مثلا على مايكروسوفت فورمز، وصممت مثلا اختبارات الكترونيه على جوجل فورمز. تمام. و او طب لحظه استاذ عادل، لحظه حضرتك صممت اختبارات على جوجل فورم، ليه ما عملتش على مايكروسوفت؟ المسابقه خاصه بمايكروسوفت. او صممتها على مايكروسوفت فورمز مثلا. تمام. اصل انا كنت شغال قبل كده على جوجل فورمز ودلوقتي صممتها يعني من فتره مصمم عليها شغل. تمام. انا عامل تحفيز طبعا النتائج دي تعتبر تحفيز يعني مثلا. لا. تمام حضرتك، انا بقول accessibility tools داخل التطبيق نفسه، يعني ادوات سهلت الوصول. احنا كنا زمان طلاب، المدرس لما كان يحط لنا نجمه في الدفتر كنا بنفرح بيها ولا لا؟ كانت بتحمسني وتشجعني اني ادي المزيد من جهدي ولا لا؟ فالايموجيز داخل او الستيكرز داخل التيمز طبعا اداه تحفيزيه هائله في لحظتها، يعني طالبه جاوبت عندي جواب صحيح اديت لها ايموجي او ستيكر في الفريق، طبعا الطالبه يا شوفي يا ماما شوفي وهكذا، الطالبه هتفضل متحمسه او متحفزه، فهمني؟ غير لما تاخد التحفيز مثلا داخل الفورم، التحفيز وصلها هي شخصيا في الفورم. طب انا عايزه اشجعها على مستوى الصف، اديها ستيكر او اديها ايموجي، طبعا عامل نفسي او حاجه نفسيه مؤثره فيها.
واعتقد دي اكسسبيليتي تول حلوه اقدر الطلبه اللي بيحبوا التحفيز العالي او نوع معين من التحفيز طبعا هتساهم لي في الايه سهوله الوصول لطلاب معينه داخل الصف. طب حضرتك لو انا استخدمت شهادات تقدير الكترونيه ينفع ارفقها للطلاب؟ شهادات تقدير شهادة تقدير بصممها شهادة تقدير بصممها للطلاب وبكافئهم ممكن بس هم بس بص حضرتك السؤال واضح accessibility tools داخل تطبيقات مايكروسوفت اوكي حضرتك استعملت شهادة تقدير مفيش مشكلة اوكي استعملت فيها وورد بس مش accessibility tool فهمني الاكسسبيليتي تول يعني تطبيق صغير داخل التطبيق الكبير اللي حضرتك بتستخدمه انا دلوقتي هنشرح بالتفصيل كل تطبيق مثلا ان التيمز هي المنصه الاساسيه للايه للتدريس شغال عليها اللي احنا كلنا شغالين عليها فانا امسك من الكبير الى الصغير اخد التيمز تمام التيمز ده انا اقدر اعمل فيه غرف جانبيه او غرف جانبيه احط فيها الطلاب على حسب احتياجاتهم الخاصه يعني المجموعه الاولى امتياز المجموعه الثانيه مستواهم متوسط المجموعه الثالثه ايه ضعيف تمام. ده بالنسبه للايه للمايكروسوفت للتيمز التيمز اقدر اعمل فيه ادمج فيه تطبيقات اخرى زي ايه التطبيقات الاخرى زي الانسايت معايا يبقى اقول ان التيم اقدر ادرج فيه تطبيق اخر مثل الانسايت طيب الانسايت ده بيساعدني في ايه يساعدني بيحلل لي نتائج الطلاب بيساعدني اني اعرف ايه الاحتياجات الخاصه اللي عندي مين اللي عايز كوميونيكيشن زياده بيحلل لي مستويات الطلاب وقدراتهم اوكي خليني اشارك معاكم بس الوورد عشان الشاشه ما تبقاش اوكي ده بالنسبه للايه للتيمز تمام كده طيب اقدر اعمل فيه ايه كمان التيمز من الاكسسبيليتي تولز اللي في التيمز احنا قلنا غرف جانبيه لما اجي افتح الميتنج نفسها مدروسه اكسسبيليتي تولز فيها ادوات كتير تساهم على سهوله الوصول للطلاب زي ايه قلنا بريك اوت رومز الغرف الايه الغرف الجانبيه بقدر اقسم فيها الطلاب على حسب احتياجاتهم خلي انا عندي طلاب بيحبوا دور القياده يبقى اوزع قائد في كل غرفه صفيه معايا عندي طلاب اقدر اقسمها على حسب المستويات الدراسيه عندي طلاب ممتازين ومتوسطين وضعاف يبقى اقدر اقسم الغرف الجانبيه يبقى اذا الغرف الجانبيه تعتبر accessibility tool للايه للذوي الاحتياجات الخاصه او الايه اقدر اتواصل بيها مع مختلف النيدز اللي داخل الصف طيب ده بالنسبه للتيمز طبعا كلنا بنستعمل ون نوت خليني اشارك معاكم الون نوت عشان نعرف ايه الاكسسبيليتي تول اللي داخل الايه الون نوت والون نوت كمان بيلت ان في الايه في التيمز يعني اساسا اوريدي موجود داخل التيمز اوكي خليني افتح بس الون نوت اوكي الون نوت طبعا في كتير اكسسبيليتي تولز والون نوت اللي موجود فيه في احياء حاجات كتير متشابهه مع الباوربوينت ومع الوورد ومع الايدج براوزر معايا يبقى في اكسسبيليتي تول مشتركه لا يبقى اقول انا استخدمت تطبيق الباوربوينت والون نوت والايدج والوورد كلهم بيشاركوا في لحظه في احد بس فتح المايك ممكن عشان صدى الصوت بيتردد ورايا اتفضل يا سالم طيب حضرتك انا فتحت هنا صفحه 21st century learning design اللي هي مهارات القرن الواحد وعشرين اللي مايكروسوفت نفسها عطيلنا الرابط بتاعها عشان نعتمد عليها في الادله بتاعتنا يعني لما اجي اصمم مشروع وهشير لكم الرابط بتاعها لو مش موجود عندكم ماشي فخلينا هنا مثلا نمسك اول صفحه اللي هي عن مهارات القرن الواحد وعشرين عندي الهوم بيج فين الاكسسبيليتي تول اللي هنا عندي الديكتيت الأداة الايه الديكتيت اللي هي أداة بتساعد مين بتساعد الطلاب اللي بيحكوا كتير في الصف احنا طبعا عندنا طلاب ما شاء الله رغيين انا عايزه اخليهم بمعزل عن باقي الصف يلا استعمل لي الديكتيت وابدا احكي ملخص للحصه اللي انت فهمتها يبقى انا خدت الطالب التوكاتيف ده
او اللي بيحكي كتير عندي في الصف خليته بمعزل عن الباقيين عشان ما يشوش عليا في الصف، وخليته يكتب ايه، مش بس هيتكلم مع نفسه، لا اكتب ماذا فهمت من الدرس. معايا؟ اول حاجه بختار اللغه زي ما احنا شايفين، طبعا الحاجات دي اكيد طبعا من خلال الدورات السابقه عرفناها. اختار اللغه، هيظهر عندي المؤشر، بعد ما اختار اللغه اضغط المايك، خليني افتح احسن واحده انا عاملاها. اوكي طيب، عندي في الهوم بيج الصفحه الاساسيه عندي علامه، لما اقول انا طبعا مختاره اللغه الانجليزيه في الديكتيت، لما اقول ويلكم اول اتنديز تو اور ستاف ميتنج تو اور ميتنج توداي ان شاء الله وي ار جوينج تو توك اباوت، يبقى انا قاعده احكي وهو بايه بيتكلم. يبقى اذا الطالب ده هيلاقي ايه، هيلاقي نفسه بعد ما اخلص طبعا اقول ايه، اقول ستوب، الطالب ده هيلاقي نفسه لما يستخدم التول ده، يبقى انا وصلت ليه ولبيت احتياجاته وايه وفي نفس الوقت اشتغلت في صفي وحققت هدفي ايه، هدف الشرح او هدف الدرس بتاعي. ده بالنسبه للشريط الاول. لما نيجي للشريط الثاني في الادراج، في هنا اكسسبيليتي تول، في اكسسبيليتي تول اللي هي ايه، اللي هي الاوديو اللي هو التسجيل الصوتي. عندي طالب بطيء في الكتابه، مش قادر يكتب، مش قادر يتابع زمايله، عنده ضعف في الكتابه، يقدر يستعمل المايك نفس الديكتيت ويقدر يشارك معايا فين بالصوت. لما يضغط على الصوت، على فكره هو قاعد حاليا بيسجل لي، قاعد يسجل حاليا، لما اخلص اقول ستوب. يبقى اذا يبقى لما ادي اكتيفيتي نشاط للطالب داخل الصف، بنشتغل على الوان نوت، على الكولابوريشن سبيس، على مساحه التعاون. في طلبه اللي بتحب الكتابه تكتب، الطلبه اللي مش بطيئه في الكتابه تقدر تفتح المايك وتكتب. يبقى عندي في الشريط الثاني من الاكسسبيليتي تول اللي في الوان نوت اللي هي ايه، اللي هي المايك. معايا كده؟ في كمان ستيكر من الاكسسبيليتي تولز اللي في الوان نوت، عندي الستيكر. زي ما قلنا الستيكر عامل هام جدا لتحفيز الطلاب اللي عايزين تحفيز معين. في ناس عندي في الصف بصريين، لما تدي لهم ستيكر زي ده يا انت اعطيتهم الدنيا كلها، صح كده؟ في طلاب تانية لما بتديهم مثلا تمدحهم بكلمه بتبقى احسن عندهم من الستيكر. يبقى عندي كمان في الاكسسبيليتي تول هنا الستيكر. طب انا عايزه توثيق للكلام ده؟ لا، الكلام ده زي ما قلنا وصف نظري، عايز حضرتك تجيب ادله، اوكي هات ادله، بس المطلوب مني النظري. عندي كمان من اكسسبيليتي تول لما اضغط القائمه المنسدله هنا تظهر عندي ايقونه الايه، الفورمز. تمام، من الفورمز لما اضغط عليها هتوديني لصفحه نماذج الاختبارات او الاسئله، اقدر مثلا اصفي مقسماه مجموعات، وكل مجموعه واخده فورم معين، واخده استماره معينه او تقييم ليها بعد، فالمجموعات تقييماتها مختلفه. يبقى الفورم بيساعدني ان انا اقيم الطلاب ذوي الفروق الفرديه او الاحتياجات الخاصه. تمام كده؟ هنا اعتقد اداه الرياضيات برضو تعتبر من الايه، من اداه من ادوات سهوله الوصول، بتساعد الطالب الضعيف ان هو بيحط مساله رياضيه وهو هنا بيجيب له زي مدرس خصوصي يشرح له المساله، وكمان يجيب له ايه، فيديو عليها، يشرح له المساله ويحط له فيديو، وهنا الطالب يبقى زي ده مدرس خصوصي للطالب، يقدر يعمل ليه ايه، مسائل وتوثيقات وتثبيت معلومه ليه من خلال الايه، اداه الرياضيه. تمام، يبقى كده ده الشريط الثاني اللي هو بتاع الادراج. عندي دول في اكسسبيليتي تولز. لو الزملاء شايفين اكسسبيليتي تولز ثانيه عادي يقدروا يفتحوا المايك، وطبعا احنا هنا بنتبادل الخبرات. يعني في، انا كنت بقدم محاضره في احدى الدورات في احدى المبادرات، صراحه انا اللي طلعت منهم مستفيده، يعني مش انا اللي فدتهم، لا انا طلعت منهم مستفيد، فعادي فكره منكم على فكره مني نقدر نجمع اراء حلوه. طيب، عندي من الاكسسبيليتي تول ودي تعتبر رائعه جدا اللي هي الدرو. ايه هي الدرو ده، بيعمل ايه؟ عندي طلاب في الصف بيحبوا الرسم، صح ولا غلط؟ في طلاب يعني في الحصص العاديه بنلاقيهم قاعدين كده على جنب وقاعدين يرسموا ويلونوا وكده، يعني يا عمي انت خد صفحه وارسم فيها ايه اللي انت فهمته مني النهارده، ارسم فيها ما يجول في ذهنك طبقا للحصه الدراسيه، يعني يوظف المهاره بتاعته باستخدام الايه، ادوات الرسم. معايا؟ وطبعا اكيد انتوا طبعا خدتوا محاضرات في الكلام ده، واكيد واضح طبعا الايه، الرسم بيستعمل في ايه.
طيب يبقى عندي في الوان نوت كمان هنا في الشريط ده الاي درو، عندي الفيو عندي هنا بقى الوسيلة الجبارة، وتعتبر دي من أهم الوسائل اللي لازم كلنا نرتكز عليها، اللي هي الإميرسيف ريدر، القارئ الشامل. القارئ الشامل ده بيعمل لي إيه؟ طبعاً أنتوا عارفين هو بيعمل إيه، تمام؟ لما أفتح طبعاً الصفحة دي ما فيهاش كلام مكتوب، خليني أقفلها. القارئ الشامل بيعمل إيه؟ بيساعد لي الطلاب اللي عندهم ضعف في القراءة، رقم واحد بيساعد لي الطلاب اللي عندهم مشاكل، مثلا عندهم تأخر دراسي، الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني بيساعد يعتبر كل الطلاب اللي بنشوفهم بنقول عليهم ايه الطالب ده ما عندوش فكرة جيدة بالمنهج، مش متأسس كويس، وهكذا الطلاب الضعاف بشكل عام. خليني افتح هنا دي مثلا فيها كلام ونشغل عليها الاميرسيف ريدر نشوفها تعمل فيها ايه. عندي اول حاجه في الاميرسيف ريدر زي ما احنا شايفين هنا كده الكتاب، علامه الكتاب دي بظبط الاعدادات بتاعتي على حسب الطالب وقدرته على الرؤيه. ممكن اخليها لاين فوكس يعني اركز على سطر واحد، ممكن طبعا فيها دي ميزه هايله جدا جدا للطلاب اللي هو القاموس المصور. ايه هو القاموس المصور؟ طبعا بيشتغل عربي وانجليزي، بتظهر العلامه دي زي العلامه دي او الايقونه دي، لما بتظهر فوق الكلمه معنى كده ان الكلمه دي متوفر ليها صوره ومتوفر ليها شرح، وهنشوفها دلوقتي. فيها كمان علامه الكاميرا او القاموس، دي القاموس المصور زي ما قلنا. ممكن اعمل فوكس على سطر، اعمل فوكس على فقره، اعمل فوكس على، خليني هنا لان شكل النت عاملها لاين فوكس افعلها هنا لان انا مفعله الاولى. المهم هو ممكن يكون ضعف في شبكه النت، ممكن اخلي الفوكس على فقره، اخلي الفوكس على الصفحه كلها. طيب بعد كده بعمل ايه؟ لما اقفلها زي ما احنا شايفين دي اسم وهنا introduction، مقسم لي الكلمه لايه؟ لمقاطع، مقسم لي الكلمه لمقاطع. هنا زي ما احنا شايفين بيلون لي الاسم، واختار طبعا اللون على حسب الطالب. لما افعل الخاصيه دي بيظهر لي الكلمه دي اي بارت اوف سبيتش، اي قسم من الكلمه، اسم ولا فعل ولا حرف ولا صفه. بيقسمها لي الى سيلابلز، مقاطع على حسب الطفل مثلا او الطالب مش عارف يقرا يقدر من هنا يحرف الكلمه ويقراها. طيب خلينا نشوف قاموس. احنا وقفنا كلمة introduction مش متوفر عليها قاموس، لاني مشيت عليها ما ظهرتش العلامة دي، العلامة دي علامة الايه؟ القاموس. خلينا نشوف هنا. تمام، عندي هنا around زي ما احنا بس مش متوفر ليها صورة، النطق بتاعها والكلمة نفسها. عندي طلاب برضو مش متوفر ليها صورة، الكلمة والنطق بتاعها. خلينا نشوف دي، دي اتوفر لي صورة يعني، وهكذا. ده بالنسبة للإميرسيف ريدر، وعرفنا الإميرسيف ريدر إيه هي الفئات اللي بيقدر يساعد الطلاب عليها، إيه هي الفئة من الطلاب اللي يساعدني فيها. طيب عندي الإميرسيف ريدر ده موجود فين؟ في الباوربوينت، في الإيدج، في الإيدج براوزر، في الوان نوت، في الوورد، في حتى في الماينكرافت، والفليب جريد، والويكل، يعني كل تطبيقات مايكروسوفت فيها الإميرسيف ريدر. يبقى أنا أقدر أستعمل الإميرسيف ريدر أبدأها سؤالي واقول الاميرسيف ريدر ساعدتني في كل تطبيقات مايكروسوفت وساعدتني على كذا كذا كذا. طبعا ده يختلف على حسب صيغه حضرتك. طبعا فيها البيج كلر، اقدر الون الصفحه على حسب الرؤيه اللي الطالب يحبها. دي طبعا بتساعد الناس اللي عندهم اي فيجن باد، اي فيجن اللي هي الفيجن عندهم شويه ضعيفه، اقدر اخلي الصفحه مسطره زي ما احنا شايفين، وهكذا. في كمان في حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي يا جماعه؟ في عندي كمان ايوه سؤال بعد اذنك. السؤال استاذ اماني بعد اذنك. انت طبعا لما بتتكلمي على immersive reader بتتكلمي على اي حاجه اونلاين، سواء words، سواء presentation، live presentation، لانه ده هيساعدني جدا لان انا مدرس انجليزي، فبالتالي immersive reader ده بيساعدني جدا، لكن لازم اونلاين، مظبوط الكلام ده؟ لازم اونلاين؟ لا ما اعتقدش لازم اونلاين، لاني بشغله على الوورد مش بكون اونلاين وبيشتغل معايا عادي. طب انت حضرتك منزله اوفيس 365 بقى على كده ولا ايه؟ بص حضرتك كل كل التطبيقات دي بتشتغل بس على اوفيس 365 المدفوعه او التابعه لوزاره التربيه. ايوه صح كده، صح كده، يبقى انا اللي عندي المشكله ديت فعلا يعني. مظبوط كده.
طيب لكن مفيش بديل يا استاذ اماني نستفيد من حضرتك، يعني مدرسين العربي والانجليزي هيفيدهم جدا التول ديت، فهل مفيش بديل لحاجه زي كده نقدر نشغلها اوفلاين؟ لا ما اعتقدش، هي مايكروسوفت منزلاها خصوصا لمعلمي وزاره التربيه. يعني حتى اعتقد أيوة. نزلت في الوورد مؤخرا، يعني مش بدايه السنه كانت معانا اعتقد، ونزلت في شهر 12 او شهر 1 انا مش متاكده بالظبط نزلت امتى، بس التولز دي فقط في نسخه وزاره التربيه، او لو انت معاك نسخه الاوفيس 365 المدفوعه البرو، مش الاوفيس مش النسخه المجانيه. شكرا جزيلا. تمام العفو. طيب في عندي هنا كمان في التولز الترانسليشن، احنا كمدرسين انجليزي طبعا اكيد احنا بنستخدم التول دي كل يوم لضعاف المستوى او للطلاب اللي ما عندهمش حصيله لغويه كافيه. طبعا زي الترانسليت بيقول لي عايزه ترجمي الصفحه كامله ولا عايزه ترجمي قد ايه، وهنا احط اللغه اللي انا عايزه اترجمها، طبعا اللغه العربيه دي طبعا بتساعدني ان انا اعمل انفولفمنت او اني اشمل كل طلاب، كل الطلاب الضعاف او اللي عندهم ضعف على فهم اللغه الانجليزيه اقدر اشملهم بخاصيه الايه الترانسليت. اوكي ده بالنسبه للاكسسبيليتي تول اللي في الصفحه دي. في حد عنده اي اضافات في الصفحه دي يا جماعه؟ اكسسبيليتي تول في الون نوت. تمام. طيب هنا بالنسبه للون نوت كده خلصنا الاكسسبيليتي تولز اللي في الون نوت معايا، وطبعا نفسها موجوده في الباوربوينت، نفسها موجوده في الايه في الوورد. تمام. هننتقل الى تطبيق اخر. طبعا قلنا السؤال مش محتاج توثيق، عايز حضرتك توثق، ما اعرفش صراحه هيتوثق ازاي، هل هتفتح صفحه وتترجمها وتبعتها؟ مع اعتقد يعني اعتقد مش كويس صراحه. اوكي يبقى كده عرفنا الاكسسبيليتي تول في الون نوت وفي التيمز. طيب افتح معاكم صفحه باوربوينت ونشوف ايه الاكسسبيليتي تولز اللي موجوده. طيب. في الباوربوينت استاذه اماني في اثنين رافعين ايديهم، معلش. لا ولا يهمك مادام فتحنا المجال. أستاذة هند تتفضل تقول سؤالها، تفتح المايك وتقول سؤالها. تفضل يا أستاذة هند. شكرا طبعا أستاذة أماني، كفيتي ووفيتي حبيبتي، لكن لي سؤال دلوقتي بخصوص إجابة السؤال الأول. حضرتك غيرت مفهومنا عن الإجابة كلية. إحنا كنا أنا عن نفسي كاتبة أنا حضرتك ما جاوبتش على السؤال الأول. أنا في السؤال الثاني. لا أنا في السؤال الثاني عفوا معذرة، اللي هو الأدوات مايكروسوفت. تمام. افترض مني ان انا اوصف الاداء اللي انا استخدمتها من خلال التطبيق على حسب فهمي كده صح؟ طبعا استاذ فوزي معانا، لحظه شويه استاذه هند معانا طبعا استاذ تمام. فوزي واستاذه هدى، المطلوب هنا اوصفي ازاي ادوات مايكروسوفت ساعدت في الوصول للاحتياجات الفرديه او الفروق الفرديه عند الطلاب بس، ما قاليش توصيل، ما قاليش توصيل. احنا النهارده موجودين علشان نوضح اي التباس حتى في الالفاظ. تمام. اللي مطلوب ايه عندي التوثيق فين حضرتك؟ حتى هو حاطط لي لا مش هنا. تمام. التوثيق فقط قال لي بروفايد لينك في السؤال رقم 4، يبقى التوثيق فقط هنا بس، هو عايز وصف بس مش اي وصف طبعا، بقى احط وصف ابداعي، وصف ابداعي يعني استخدام متميز للتولز. معايا يا استاذه هند؟ يعني مش احط اي كلام في اي كلام واقول انا خلاص جاوبت السؤال في 2000 حرف، لا لازم يكون الشغل بتاعي فيه ابداع، يعني فعلا الاداه لما يقروا الجواب بتاعك يعرفوا او يتاكدوا انك انت فعلا استاذه متميزه ووظفتي الاكسسبيليتي تولز عشان تخدم الطلاب. عشان تخدم مين؟ عشان تخدم الطلاب. تمام كده؟ طيب انا واقفه هنا في صفحه الوورد زي ما قلنا في الدرو، زي ما هو موجود في الـ الوان نوت، عندي اداه الدرو زي ما احنا شايفين. طيب لما نرجع للهوم عندي الديكتيت نفس الوان نوت، عندي هنا حاجه حلوه قوي اسمها اديتور. الاديتور ده بيعمل لي ايه؟ بيقول لي انا عندي 10 سبيلنج ميستيك. استاذه اماني، انت حضرتك فتحت الاستفسارات على السؤال الثاني، انت ما زلت لسه فيه. تمام. انا لسه في السؤال الثاني حاليا. تمام. يعني ما حضرتك ما يعني اما تنتقلي، يعني عايز اقول اما تنتقلي انتقلي بقى للسؤال الاول هاتيه علشان ايه نمشي بقى ايه الباقي بالترتيب. انا حضرتك ما زلت، احنا قلنا السؤال الاول لاستاذه امل.
اللي هو ان شاء الله استاذه كانت استاذه فاتن تقريبا مش عارف لا ما اعرفش استاذه فاتن ولا استاذه امل احنا معانا ثلاث اسئله بعدها وهناخدهم بس حتى لو حد رفع ايده تاني خلاص بالنسبه للسؤال ده هناخد ثلاث اسئله دول اتفضل تمام اتفضل يا استاذه فاتن يعطيكم العافيه اهلا وعلي الله يعافيكم سؤالك استاذه فاتن استاذه سهير تفضلي هلا هلا معلش كتم لوحده اسفه سوري كتم لوحده سوري اكمل بالنسبه للسبوره البيضاء هل هي تعتبر من التولز بتاعه المايكروسوفت تيمز اضيفها ولا لا ايوه طبعا اللي هي السبوره البيضاء اللي تابعه المايكروسوفت طبعا ده بيلت ان اب يس ده طبعا بيلت ان اب يعني تطبيق داخل التيمز نفسه طبعا استعملها كحاجه سهلت الوصول للطلاب بس حددي يعني في نفس السؤال ده بس حددي فئه الطلاب مين زي ما بقول كده اديهم اجابه واو زي ما بيقولوا اجابه رائعه طيب. اجابه مبدعه طيب يعني حطيت طيب. الوايت بورد حطيتك فيه تمام في يعني في حاجات كتير بالنسبه لمادتي كويس انا يعني ابقى اوضحها دي في الايه في الوصف طيب بالنسبه حضرتك للاكسل والوورد الاكسل مثلا انا كنت بستخدمه مش مع الطلاب بس كنت بستخدمه في اداه ان هي بتفيدني مثلا ك باخد الغياب وكانت بيحسبوا تلقائي يعني كنت عامله نفس السيستم كده هل ما ضفش الكلام ده خالص استاذه فاتن ايه اللي دخل اكسل ساعدني اوصل للطلاب فهماني ملوش علاقه تمام ملوش هو علاقة. خدم العمليه التعليميه بس ما وصلش خدم العمليه حتى الوايت بورد بس التولز اللي موجوده فيه. حتى الوايت بورد لو استعملتيها لخدمه الماده التعليميه لا انا عايزه حاجه تخص مين زي ما احنا شايف الليرنر نيدز احتياجات الطلاب يعني هنا بتكلم عن احتياجات الطلاب ازاي وصلت لها من خلال من خلال ادوات مايكروسوفت هي كانت بالنسبه لي كانت بتساعدني ان انا بشوف كتابتهم قدامي يعني ان انا خلاص منهم كتابه معينه خصوصا الاطفال اللي عندهم مشاكل او كده تمام يبقى انت يبقى من خلال الوايت بورد تقدر دي في اللي حضرتك بتقولي عليه ده عندي هنا طب بالنسبه اتفضلي طب بالنسبه للشير بوينت والحاجات دي برضو مش تعتبر من الادوات اللي انا اضيفها الشير بوينت ازاي وصلتي شوفي اسالي نفسك انا استعملت الشير بوينت وصلني ازاي الشير بوينت انا كنت عامله خصوصيه انا كنت عامله خصوصيه بستخدم الشير بوينت انا كنت عامله خصوصيه لكل بنت بملف باسمها ما حدش يوصل للملف بتاعها غير هي تمام كنت بفكره اعملهم تمام ممتاز نفس فكره الايه الغرف الجانبيه ونفس فكره القنوات الفرعيه داخل تيمز ممتاز تمام يعني بصي انت اسالي نفسك هل الاداه دي خلتني اوصل لذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الفروق الفرديه لو انت عرفت تجاوبي على السؤال ده خلاص تمام طب يا استاذه اماني دلوقتي الكلام كتير ووصف التولز كتير جدا مش هيكفي معانا اكيد تمام. مش هيكفي معانا اعملي شريحه معاكي انا معاكي وحصل معايا نفس الكلام اعملي شريحه باوربوينت او سواي او وورد وهنقول دلوقتي في السؤال الثاني والثالث هحطها لك الوان تحطيها لينك بس قبل ما تحطيها لازم تختبريها في متصفح خفي هل هتفتح ولا لا لان في لينكات كتير بنحطها ما بتفتحش صح اوكي صح نكمل استاذ فوزي ولا في اسئله بعد الاخير فيه احنا قلنا هناخد ثلاث اسئله فيه أستاذة وجدان فضل افتح المايك السلام عليكم يعطيكم العافية أستاذة أماني بس ممكن أنه الإنسايت بس بتفتحي ممكن تختصري بخمس دقائق أو ثلاث دقائق يعني بس مجرد أنه تفتحي مايكروسوفت وتعطينا فكرة عنه لو سمحتي بس يعطيك العافية الله يعافيك ناخد سؤال بعده ناخد سؤال تاني عقبال ما افتح اوكي تمام استاذه سهير تفضلي افتحي المايك استاذه سهير تفضلي افتحي المايك تفضلي يا استاذه سهير مع حضرتك طيب استاذه ميسه
يعطيكم العافية جميعا. أهلا وسهلا، الله يعافيك. بس عندي سؤال، لما بدنا نتكلم بهذا السؤال لازم نستخدم كل التولز ولا نختار مثلا منهم تنتين؟ في هذا السؤال عادي تقدري لحظة، التولز تقدري تحطي اللي انت استعملتي كله، بحيث اللي ما يقدروش يستعملوه مثلا يعني يقدروا هما يختاروا منهم الافضل. اوكي تمام تمام شكرا. عفوا. اكملي حضرتك بقى، شوفي الجواب الاستاذة وكملي السؤال الاول بقى بعد ما تجاوبي. حضرتك بتقولي على الانسايت، بس شكل احنا عندنا هنا في الادز ان او الاضافات اللي في التيمز بتاعتنا شكلها انحذفت. اي حد كده من الكويت معانا، استاذه وسام لو معايا افتحي كده اي تيمز عندك شوفي الشغل فيه موجود ولا انحذف. معايا افتحي كده يا وسام. معايا موجود يا استاذه، موجود الشغل، موجود ما انحذفش. لا بالكويت ما لا لسه مشيكه. تمام، يبقى انا يمكن عشان داخله من فريق تاني مختلف في الميتنج. طيب موجود الشغل هو موجود، بس الاسماء الواجبات يا استاذه اماني راحت، يعني الاسماء مختلفه، لكن لو فتحتيها يفتح معاكي. تمام. طيب بصي حضرتك بتسالي على الانسايت. تمام، الانسايت ده بيديني تحليل، بيديني ايه؟ تحليل الكوميونيكيشن بتاع الطلاب، كم واحد كان عامل كوميونيكيشن. خليني اشوف اي انسايت انا كنت عامله له داونلود واوريه لك حاليا. طيب في سؤال تاني يا جماعه؟ نخلي بس سؤال الانسايت للاخر، لان انا مش لاقيها صراحه على الفريق. لا خلاص اتفضل، بس بعد اذنك نخلي سؤال الانسايت للاخر، او اخلي بس اي معلمه من الكويت تقدر تشيره معايا، لان صراحه مش ظاهره عندي في التيمز اللي عندي. طيب هنروح دلوقتي تاني، اللي هو احنا كنا واقفين على تطبيق الوورد. الوورد احنا عندنا قائمه، احنا قلنا قائمه القائمه الاولى الهوم بيج عندنا فيها اديتور، والإديتور ده لما أضغط عليه بيديني الصفحة دي فيها قد إيه سبيلنج خطأ، فيها قد إيه جرامر خطأ، فيها قد إيه أدوات الترقيم الخطأ. يبقى دي بتساعدنا إحنا كمعلمين لغة إنجليزية وإيه ولغة عربية. تمام، عندي كمان في قائمة الإدراك نفس ما شفنا في الوان نوت، نفس الطريقة في قائمة الإدراك تقريبا ما فيش accessibility tools فيها. لو في حد من الزملاء شايف اي اكسسبيليتي تول يقدر يعمل مشاركه معنا. اوكي، وطبعا عرفنا الدرو نفسها نفس الايه نفس الوان نوت نفس الطريقه. عندي الديزاين ما فيها اكسسبيليتي تول نفس الشيء، يبقى الوورد فقط عندي في الترجمه، عندي في الديكتيت وايه وعندي في الدرو. خليني اشارك معاكم ملف باوربوينت ونشوف ايه الاكسسبيليتي تولز اللي في الباوربوينت. تمام، ده ملف باوربوينت زي ما احنا شايفين كده. دي طبعا الاميرسيف ريدر انا كنت واخده لها سكرين شوت ووضعها. خلينا نروح في شريط المهام الاساسيه، نفس الشيء نفس الديكتيت اللي هو الطالب يتكلم وهو يحول كلامه الى نص زي ما شفنا في الوان نوت. عندي هنا في قائمه الادراج عندي مفيش اكسسبيليتي تول هنا، في هنا لما اقدر اقول ان الباوربوينت ساعدني ان احول الفيديو، احول العرض الى فيديو من الاداه دي، احوله لفيديو عشان الطالب بعد كده يبقى يعمل تغذيه راجعه لنفسه في الايه في البيت مثلا او بعد الحصه الدراسيه. يبقى يعتبر ان انا احول الباوربوينت الفيديو تعتبر من الاكسسبيليتي تولز. وكمان الزوم اقدر اعمل زوم للطالب اللي عنده ضعف في الرؤيه او البصر، يبقى هنا عندي في الاكسسبيليتي تولز في الادراك قائمه الادراك اللي هو تحويل الصوت الى فيديو، وكمان الزوم، وكمان اني ادرج فورم داخل الباوربوينت نفس طريقه الايه الوان نوت، نفس طريقه الوان نوت. تمام، طيب وعندي كمان اقدر ادخل اشكال ثلاثيه الابعاد. الاشكال ثلاثيه الابعاد دي او الصور ثلاثيه الابعاد بتساعد الطلاب اللي هم فيجوال، اللي هم البصريين اللي يحبوا يتعلموا عن طريق الصور المجسمه وعن طريق الايه الفيديوهات. طيب عندي الديزاين طبعا ما فيهوش اي حاجه،
انيميشن سلايد شو. عندي السلايد شو فيه حاجات مهمه جدا. عندي ريهيرس وذ كوتش اللي هو التدريب. ده بيساعدني فئه معينه من الطلاب اللي هم يتدربوا قبل ايه، قبل الحصه الدراسيه. يعني احنا عندنا في اللغه الانجليزيه مهاره اسمها مهاره الالقاء او الاورال فلوينسي او الطلاقه الشفهيه. في بعض الطلاب بيقفوا يتأتأوا وهكذا. انا اساعد الطلاب دول ازاي؟ طبعا الاداه دي ممتازه جدا وبتساعدهم لما افتح ريهيرس وذ كوتش اللي هو التمرين وابدا اتكلم. شايفين بيظهر عندي الشاشه زي كده، وهنا بيقول لي ستارت كوتشنج ستارت ريهيرسينج ابدا التدريب او التجربه. لما اقول لو ماي دير ستودنتس توداي وي ار جوينج تو ستدي اباوت هاو تو بلاي اور هاو تو بي هابي ان اور لايف وهكذا. طيب انا هنا اتكلمت لمده مثلا ايه 10 ثواني وقلت ستوب. وبعد ما اقول ستوب خلينا نشوف. الله مش راضي يقفل. اوكي كده احنا عملنا ريهيرس وذا كوتش. لحظه بس الله اكبر علي النهارده صراحه. لا لا براحتك خالص. يعني هو النت كده تصدف احيانا ما يكون نفر محتاجه بالذات يعني. اي اكيد. طيب زي ما احنا شفنا الريهيرس وذا كوتش فتح معايا دي البريفيو بيقول لي انت عملت ايه او بيقول لي النتيجه بتاعتي. بيقول لي انا قلت 121 كلمه في السرعه بتاعتي 121 كلمه في الدقيقه، وعطاني هنا الفيلر ووردز اللي هي زي ما بنقول وهكذا اللي هي التأتأة بنقول عليها ايه التأتأة. بيقول لي تو ساوند مور بولشد اند كونفيدنت عندك ثقه، بس حاول تتجنب الفيلر ووردز اللي هي زي ايه. هو هنا عطيني مثال قال لي ريبيتيتيف لانجوج اللغه بتاعتك مش متكرره، يعني كلامي مش متكرر عندي تنوع في الكلمات وبتخلي الاودينس. وكمان بيقول لي اختيارك للكلمات بيساعد الاودينس ان هم يكونوا انجيجد معاك، ان هم اتراكت يعني منجذبين للعرض بتاعك. قال لي جريت جوب التقييمه النهائي عرضك كان رائع وممتاز. اوكي قال لي نغمة الصوت بتاعتك كانت فيها تنوع جود بيتش فاريشن، كان في تنوع في الصوت بتاعك وحيوية في صوتك. يبقى بيديني تقييم نهائي. بيديني ايه؟ تقييم نهائي. هنا طبعا الطلاب مش هيتكلموا زي معلمة، هيبدأ ده يديهم تقييم 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 لحد ما يبقى توب، فييجوا عندك في الصف يكون عندهم سيلف كونفيدنس ثقة بالنفس. والطالب اللي كان خجول او بيتاتأ او مش ما عندوش القدرة ان هو يعرض قدام الصف بالريهيرس وذ كوتش ده، يبقى انا اشتملت الطالب ده في العمليه الايه في العمليه التعليميه. عندي كمان ريكورد سلايد اقدر احط تسجيل صوتي او تنبيه صوتي. ده برضو بيساعدني ان في طلاب بتبقى مش منتبهه معايا في الصف وبعد الحصه يا ربي الابله شرحت ايه هنا الاستاذه شرحت ايه هنا، اقدر احط لهم ايه ريكورد سلايد شو، اقدر احط لهم مثلا شرح معين على شريحه معينه. عندي كمان في طلاب بيسرحوا مني في اثناء عمليه التعلم عن بعد، وفي طلاب ما بيقدروش يتابعوا معايا في الحصه في السبوكن لانجوج، خصوصا احنا مدرسين لغه انجليزيه او لغه عربيه او حتى اي مدرسين. طيب ازاي الطالب ده اخليه معايا؟ يعني خليه مثلا ما سمعش يقدر يقرا بعينيه، يقدر يقرا بعينيه من خاصيه اسمها ايه سبتايتل. اول حاجه انا هنا مفعله طبعا اولويز يوز سبتايتلز لاني دايما استخدمها، وهنا بختار اللغه. في لغه منطوقه في مدخلات وفي مخرجات. اللغه اللي انا هتكلمها ايه؟ انا هتكلم اي لغه؟ هتكلم لغه انجليزيه يو كي تمام. طب اللغه اللي عايزه طلابي يشوفوها والله على حسب مستوى الطلاب. لو الطلاب شاطرين في اللغه الانجليزيه هخليهم المخرجات لغه انجليزيه. لو الطلاب في عندي ضعاف كتير في اللغه الانجليزيه وعايزه اساعد الطلاب اللي عند اللي ضعاف في اللغه الانجليزيه ويشوفوا السبتايتل بالعربي اخليها بالعربي. خلاص كده. طيب خليني اعرض هنا سلايد شو للجزئيه دي ونشوف السبتايتل ازاي بتظهر.
Hello, welcome my dear students. How are you today? We are going to study about happiness. شايفين؟ مرحبا طلاب الأعزاء، شايفين الترجمة؟ كيف حالك الآن؟ نحن سندرس عن شيف السعادة وهكذا. حتى شوفوا الترجمة يعني ما شاء الله عليها تعتبر مستواها 85% أو 90%. ده بالنسبة للسبتايتل، وكده أنا عندي طلاب ضعاف قدروا يفهموا مني حصة اللغة الإنجليزية. ده بالنسبة للباوربوينت والسلايد شو. أعتقد بس خلاص، وفي طبعا عندي الترجمة زي ما احنا قلنا في الوان نوت، وعندي بس عندي الترجمة هنا كمان الحلو اللي في الوان نوت في الباوربوينت، بس دي تساعدنا احنا كمدرسين اقدر اعمل له اتصال بالايه بالوان نوت ويدخل معايا في الوان نوت. عندي الفيو، عندي الفيو هنا عايز الصفحة دي اشوفها ازاي. بتساعد لي طبعا الطلبة اللي هم عندهم ضعاف في الايه في الرؤية. قال لي عايزها ازاي، يعني بيديني طرق مختلفة للايه للرؤية. مثلا fit to window، عايز الصورة fit to window. او زوم مثلا اخليها 200%، اوكي زي ما احنا شايفين كده، واقدر لما اعمل سلايد شو نفس الحجم، اوكي وهكذا. دي بتساعد للطلاب تقريبا اللي عندهم ايه صعوبات في الرؤيه. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالتولز اللي موجوده فين في الباوربوينت معايا. طبعا انا بشرح التولز اللي هي دارجه بيننا كلنا او كل المدرسين معظمهم بيستعملوها. في اي سؤال في الاوفيس تولز او السؤال الثاني، في حد عنده اي تعليق؟ انا هرجع لحضرتك على الانسايت. على فكره انا مش ناسياه، بس اسمع بس اسئله قبل ما نتجه للسؤال الثالث. ايوه مع حضرتك، حاضر استاذه سائله اتفضلي افتح المايك. يعطيكم العافية، جهود مباركة إن شاء الله. بس بدي أسأل بالنسبة للمايكروسوفت وايت بورد، الأدوات اللي موجودة فيها من ألوان وأشكال وهي كلها ما بتعتبر تولز للطلاب إننا نستخدمها؟ أكيد حضرتك قلتي ألوان، عندي طلاب بيحبوا الألوان ويحبوا الرسم، أكيد تول صح؟ فيها إميرسيف ريدر، أكيد تول. فيها ايه تاني؟ انت اديني خصائص الوايت بورد وانا اقول لك ايه التولز اللي فيها. فيها المسطره، الاشكال. فيها المسطره والاشكال تساعد الطلاب اللي هم مثلا عندهم فيجوال بصريين اللي بيحبوا التخطيط والترتيب والتنظيم وهكذا ورسم الاشكال. والتيبلز برضه تعتبر من التولز؟ التيبلز لا ما اعتقدش. لا ما اعتقدش التيبلز، لا ما اعتقدش. لو حد عنده راي تاني ممكن يفيدنا. القلم الاكتف بن ممكن تول ليكي انت، بتساعدك انت في شرح الماده التعليميه بس مش بتساعد الطلاب. يعني انا عايزه تول وصلتني لاحتياجات الطلاب. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبه للمعلمه اللي بتسال عن الوايت بورد، كمان احسن حاجه في الوايت بورد ان احنا ممكن نقسم الطلاب فيها في الجروبس، يعني نفس الطريقة برضو اللي احنا بنستخدمها في التيمز اقدر اطبقها على الوايت بورد. تمام. فدي تعتبر يعني خاصية جميلة جدا لتقسيم الجروبز دي. انا اقدر اقسم الجروبز على حسب احتياجاتهم، على حسب مثلا الفائقين، المتوسطين، الطلاب الضعاف، وكل واحد فيهم يكون له مهمة خاصة ايه خاصة بيهم. تمام. اوكي تمام. طبعا نفس فكره، يعني انت حضرتك اللي بتستعملي التول استاذه سائده، انت عارفه مواصفات التول وتعرفي ازاي ايه التول يا جماعه. انا قلنا نسال نفسنا هل التول دي ساعدتني ان اوصل لطلاب معينين داخل الصف ولا لا؟ معايا؟ زي ما قلنا بتستعمل في ايه؟ عمل مجموعات داخل الصف، نفس فكره اللي هي الغرف الصفيه الجانبيه، نفس فكره الفورمز لما اعمل فورمز مختلفه للطلاب، نفس يعني ايه؟ تحسي ان الافكار ايه نفسها بس التولز مختلفه، بس التطبيقات اللي احنا بنستعملها مختلفه. تمام. هيا استاذه سائده. الله يعافيك حبيبتي. استاذه هند اتفضلي. الطلاقه الشفويه او الالقاء اللي هي مهاره التدريب. الطلاقه الشفهيه احنا عندنا في اللغه الانجليزيه ان الطالب بيجيب موضوع مثلا ويقعد يحكي عنه في يحكي عنه في خلال مثلا دقيقه او نص دقيقتين، دي بنسميها طلاقه شفهيه. طبعا ما فيش ورقه بيمسكها، ما فيش اي حاجه في ايده،
دي يعني طلاقه شفهيه، يعني بيحكي بيتكلم بطلاقه. تمام. طب انا ممكن معذره ما قطعتش كلامك، ممكن اكون وظفتها في الفليب جريد، تنفع؟ اكيد اكيد. مثلا استقبال استجابات الطلاب اللي هي الريسبونسز على الفيديو مثلا انا ارسلته، بكون هنا في الفليب جريد مش لازم في باوربوينت. تمام استاذه هند، ما انا قلت لحضراتكم مش لازم كلنا بنستعمل باوربوينت، في تطبيقات مايكروسوفت. شوفي التطبيق ده ايه الخاصيه اللي فيه ساعدتني اوصل لذوي الاحتياجات الخاصه. اشكرك جزيل الشكر. عفوا. اوكي. معنا كمان، هو في كل توقف هناخد اول خمسه يرفعوا ايديهم. فمعنا الاستاذ استاذ السيده استاذه سيده. اتفضلي. الف عافيه وكتر الف خيركم على مجهودكم الفوق رائع بصراحه. الله يخليك. انا كان عندي سؤال ثاني بعد حضرتك عن اللايف باوربوينت، بس لو ممكن توضحوا لي بعد اذن حضرتك الايه، معلش مره ثانيه، اللايف باوربوينت. لايف باوربوينت اوكي انا معاكي. بصراحه اللايف باوربوينت انا حضرته مع استاذه سولنج، كانت بتقدمه في احدى الدورات التدريبيه، قالت ده زيه زي التيمز، يعني الكلام منقول زيه نفس التيمز، يعني الطلاب بيدخلوا معاكي في اللايف باوربوينت ويتابعوا معاكي. طيب هو ميزته في ايه؟ ميزته ان انا اقدر ادخل ولي امر معايا على اساس انه يشوف متابعه الطالب في اللايف باوربوينت. تمام. بس انا اعتقد صراحه دي رايي الشخصي ان اللايف باوربوينت حتى انا حاطه استخدامه ريرلي، مش حاطاه لا دايلي ولا ويكلي ولا الكلام ده، ده عن رايي الشخصي، لان انا بستعمل تيمز، يعني انا خليني واقعيه مع نفسي، انا استعمالي تيمز، فانا مش في حاجه اني استعمل اللايف باوربوينت. حضرتك عايزه تستعملي اللايف باوربوينت، هو طريقته نفس طريقه التيمز، او بيساعدني اني ادخل ولي امر معايا انه يشوف مثلا مدى استجابه طالبه داخل الحصه الدراسيه. لو حد يعرف اي معلومه عن اللايف باوربوينت يتفضل. طبعا احنا هنا عشان نفيد ونستفيد، يعني انا معاكم بس مش عشان اقدم جزئيه في سؤال، لا بس كمان عشان استفيد من خبراتكم. اتفضلي كملي يا استاذه اللي عليها الدور. أستاذة سيدة في حاجة، في سؤال تاني؟ لا شكرا حضرتك. شكرا. أستاذة لا لا كملنا احنا، لا قلنا هناخد خمسة بس من أول خمسة يفعلون. اوكي تمام. طيب في أي تطبيق مثلا عايزين تستعلموا عنه؟ حضرتك اللي كنت بتسألي عن الفليب جريد، الفليب جريد طبعا طريقة ممتازة أو رائعة عشان أقدر الطلاب يشاركوا آرائهم بحرية بدون أي قيود من داخل داخل الفليب جريد. وطبعا في الإميرسيف ريدر وفي تبادل معلومات هائلة، بس طبعا إحنا وقتنا مش إن إحنا نشرح تطبيقات منفصلة أو تطبيقات معينة، إحنا بنشرح الأسئلة. طيب هنا السؤال رقم 3 نركز عليه، هم هنا عاطين لي صورة على جنب، قال لي مهارات القرن 21، يبقى إذن هو محدد لي مهارات القرن 21، لأن في ناس بتروح تبحث في الجوجل في محركات البحث عن مهارات القرن 21 وبيجيبوا بدع أو إبداع، يعني بيجيبوا حاجات غير اللي هم طلب. لا هم هنا المهارات هم محددينها اللي هي التعاون والتواصل وتكوين المعلومات أو البحث عن المعلومة أو المعرفة وضبط النفس والثقة بالنفس ومشاكل حياتيه واستخدام الاي سي تي تولز اللي هي وسائل التكنولوجيا. طيب خلينا هنا نشوف السؤال هنا بيقول ايه. طيب عندي هنا اول حاجه هحط تحتها خط اللي هي مايكروسوفت تكنولوجي، هل انا في مشروع استخدام؟ ممكن تشير الشاشه يا استاذه؟ اوكي. قال لي حاجة، أول حاجة هحط تحتها خط اللي هي مايكروسوفت تكنولوجي، وإيه كمان؟ ومهارات القرن الواحد وعشرين. ومهارات القرن الواحد وعشرين عايز مني إيه؟ السؤال عايز مني إيه؟ رقم واحد هركز إيه أهدافي؟ إيه هدفي من المشروع؟ تحقيق مهارات القرن الواحد وعشرين. تمام؟ يبقى هدفي تحقيق مهارات القرن الواحد وعشرين، أعمل إيه فيها؟ وكمان كيف فطورت مهارات القرن الواحد وعشرين. تمام؟ يبقى إذن أنا بختار مشروع أو وحدة دراسية أو درس معين
من خلاله ماذا أشرح في الدرس ده؟ طبعا السؤال ده وصف، ما قاليش حطي أدلة، ما سألنيش على أدلة في السؤال ده، قال لي مهارات القرن الواحد وعشرين وإزاي نمتها عند الطلاب في مشروع ما، في مشروع ما، ماشي؟ طيب كمان هو هنا عطيني هنت، عطيني تفصيل، بيقول لي إيه؟ اتأكد إنك أنت بتعزز لي مهارة، يعني شوف طلب السؤال وهنا عززه أو عمل لي توضيح لي، قال لي اتأكد لي إنك أنت طورت مهارات القرن الواحد وعشرين وشوفي لي الروبريك سكور، السكور اللي أنت في عندي أربعة سكور داخل مهارات القرن الواحد وعشرين، خليني أفتح هنا، أفتح لكم دلوقتي الوان نوت بتاع مهارات القرن الواحد وعشرين ونشوف الروبريك ده إيه. وقال لي في روبريكس معينة، أنت عملتي هيت أو وصلتي للروبريك واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة؟ طبعا انا مش هقول انا وصلت لواحد واثنين، لا، من خلال شرحي ومن خلال وصفي هقول هو هيفهم ايه الروبريك اللي انا ايه وصلته. قال لي هنا هنت open 21st century course، قال لي افتحي الكورس وتاكدي من البيج ايدياز، الافكار اللي موجوده فيه اللي هي لو هي يعني اتفضلي اتفضلي. اوكي، قال لي في 6 سكيلز بيج ايدياز، هو اشر لي يعني، قال لي ارجعي للصفحه دي. اوكي، خلينا نشوف الجزئيه دي من مهارات القرن الواحد وعشرين. اوكي، يعني مش اي مثلا اروح على النت وابحث عن مهارات القرن الواحد وعشرين او احضر محاضره اشوف ايه هي المهارات القرن الواحد وعشرين، لا، هو عطيهاني اصلا دي الملزمه او الوان نوت اللي هو حاططها لي عن مهارات القرن الواحد وعشرين. اول مهاره مهاره التعاون، شوفوا انا حتى مترجمها، قال لي ايه هي البيج ايدياز دي، ايه هي مهارات القرن الواحد وعشرين، اتاكد ان مشروعي عمل مترابط، حقق لي العمل المترابط ما بين الطلاب، عمل لي مسؤوليه مشتركه بين الطلاب، عمل لي قرارات موضوعيه، الطلاب اتخذوا قرارات موضوعيه، ماشي؟ طيب عندي روبريكس اللي سالني عليها، يعني ايه روبريكس؟ للاسف دي صوره ما ينفعش تترجم. قال لي اول روبريك، هل ان الطلاب مش لازم يشتغلوا مع بعض، الطلاب ار نوت ريكوايرد، يعني ما اشتغلوش في مجموعات. الثانيه بتقول لي ايه؟ اشتغلوا مع بعض ولكن لم يشاركوا المسؤوليه، لم يتحملوا المسؤولية أو لم يشاركوا المسؤولية بينهم وبين بعض. الروبريك الثالث أن الطلاب شاركوا المسؤولية ولكنهم لم يتطلبوا أن هم ياخدوا قرارات مع بعض، يعني اتحملوا المسؤولية أو شاركوا المسؤولية مع بعض بس ما اتخذوش قرارات، ما كانش لهم الحق أنهم يتخذوا قرارات، لا، أنا المشروع بتاعي عملوا شاركوا المسؤولية، اتخذوا قرارات سوية، قرارات جماعية، عملوا ايه كمان؟ ان الورك بتاعهم مش ما كانش مستقل، not interdependent، ليس مستقل. طيب رقم خمسة، ودي المفروض احنا كلنا نحاول مشروعنا يوصل لرقم خمسة، ان الطلاب شاركوا المسؤولية. رقم اتنين، اتخذوا قرارات جماعية. رقم ثلاثة، كان عملهم مستقل، كانوا مستقلين مع بعض. معايا؟ يبقى دي بالنسبه للروبريكس، يبقى دي مهارات القرن الواحد وعشرين. اشوف الافكار ايه هي معايا، يعني ايه كولابوريشن، يعني الطلاب يعملوا ايه، ده العمل من الطلاب او المطلوب من الطلاب يعملوه، ودي النتيجه ان الطلاب ايه سلوكهم داخل المجموعه. نفس الشيء سكيلد كوميونيكيشن، يعني ايه سكيلد كوميونيكيشن؟ دي البيج ايدياز، ماشي، نقدر طبعا نترجمها من ترانسليت، من ترجمه الصفحه، واختار اللغه، الاقي الصفحه ترجمت لي الى اللغه الايه العربيه. اوكي، قال لي هنا اتصالات سريعه متعدده الوسائط، يعني يتشاركوا عبر وسائط متعدده، يعني عن طريق مثلا التيمز والفليب جريد يعتبر وسيله تواصل، والويكلت يعتبر وسيله تواصل، دي كلها اسمها ايه متعدد الوسائط. يتطلب ادله داعمه، كل طالب جاي بدليل معين، تواصل مع جمهور معين، ان هم مثلا انا المشكله بتاعتي بتخاطب فئه معينه من المجتمع، ان هم يقدروا يتواصلوا مع الفئه المعينه اللي هم بيخاطبوها عشان يحلوا الايه، علشان يحلوا المشكله. طيب ايه الروبريكس بتاعتها؟
انا هتطرق بس لاخر واحده، ان الطلاب required to produce extended communication، يعني تواصل ممتد، يعني مش بس الطلاب بيعملوا تواصل بينهم وبين بعض، لا، يبداوا يتواصلوا مع معلمين، يبداوا يتواصلوا مع مسؤولين، يبداوا ينتشروا في المجتمع. تمام، اسمه مالتي مودال كوميونيكيشن، يعني مش بس بيتواصلوا مع بعض عشان يحلوا المشروع، لا، بياخدوا اراء منظم مؤسسات معينه في المجتمع، بياخدوا اراء علماء نفس، علماء مش علماء يعني الاخصائي النفسي او اخصائي الاجتماع، يعني بيطلعوا من المرحله العمريه بتاعتهم لمرحله عمريه اكبر عشان يجيبوا ايه معلومات او يجمعوا معلومات، ويدوني ادله. يدوني ايه ادله؟ طب الادله دي بيجيبوها ازاي؟ طبعا اللي هو الادله بيجمعوها وبيحطوها في ون نوت او في ويكلت على حسب حضرتك اللي انت مستخدمه في الدليل بتاعك او في المشروع بتاعك. ديزاين ذير كوميونيكيشن، ليه؟ طبعا ان المشروع بتاعهم يكون مخصص لفئه معينه من الجمهور. واضح؟ طيب ده بالنسبه للروبريك بتاع سكيلد كوميونيكيشن. في حاجه مش واضحه؟ تحبوا نتطرق للثلاثة الأول؟ أنا عاملة بس عشان وقتكم، مش عايزة أأخركم أو نطول في الايه في الدورة التدريبية، لأن طبعا في زملاء تانية يتكلموا. في أي حاجة مش واضحة في الجزئية دي؟ أوكي، خلينا ناخد knowledge construction اللي هي بناء المعرفة أو الحصول على المعرفة او ان احنا نجيب معلومات من الايه من النت. طيب النولج كونستراكشن عندي ايه هي البيج ايدياز؟ البيج ايدياز دي بتعرفني يعني ايه نولج كونستراكشن. يا جماعه صوتي واضح؟ انا حاسه ان بمعزل عن الهواء. صوتي واضح يا جماعه؟ الصوت واضح وكل شيء تمام يا استاذه. اوكي شكرا. عندي هنا knowledge construction يعني الحصول على الايه، الحصول على المعلومات. زي ما قلنا البيج ايدياز دي بتشرح لي المهاره. ايه هي المهاره؟ ان انا بطبق المعرفه. خلينا نترجمها. اوكي، دي بدء المعرفه. ان الطالب طبعا بيدخل ويجمع لي معلومات من مواقع البحث، من المجتمع، تطبيق معارفهم وانشطه التعلم وتعدد التخصصات. يبقى هنا بناء المعرفه ان الطالب بيجمع معلومات وبيوظفها. طيب هم قالوا لي ااكد على حاجتين، الافكار اللي هي البيج ايدياز والروبريك. طيب انا وصلت لاي روبريك؟ قال لي ان الاكتيفيتي، ان النشاط لا يتطلب ان الطلاب يوظفوا معلمه ومعرفه. مش عايز معرفه، الطلاب المعرفه اللي عندهم كافيه، مش لازم يجيبوا معلومات خارجيه. اوكي، الروبريك الثاني ان الطلاب يتطلب منهم ان هم يجمعوا معلومات ويفسروها ويحللوها ويقيموها اور ايدياز، ولكن ان المتطلب الاساسي مش المعرفه، مش نوليدج كونستراكشن، مش ايه، مش تكوين معرفه معايا. لا، طب انا بناقش مشكله. ايه هو اساس المشكله؟ ان انا ببني معرفه عندي، عرفت معلومات عن الايه، عن المشكله دي، او جمعت بيانات، او ثقفت نفسي بهذه المعلومه، بهذه الايه المعرفه. عندي هنا الروبريك الثالث بيقول ان الاكتيفيتي ليرنينج اكتيفيتي مين ريكويرمنت از نوليدج، ان المتطلب الاساسي عندي هو المعرفه، تكوين المعرفه. But the learning activity doesn't require students to apply their knowledge in new context. بس مش مطلوب من الطلاب ما عملوش ايه؟ انهم يوظفوا المعرفة دي في نص جديد او في وضع جديد او لحل مشكلة معينة. يعني هنا عملوا معرفة ولكن لم يوظفوها. طب ايه الفايدة؟ طبعا ايه؟ مفيش فايدة. الروبريك الرابع قال لي ان learning activity، ان الاهداف الاساسية او المتطلبات الاساسية اللي هي تكوين معرفة أو معلومات، وأن الطلاب يطبقوا هذه المعرفة في الحياة الواقعية بتاعتهم، ولكن أن الطلاب، أن هدف الطالب أكتر is more than one subject، يخدم لا يخدم أكتر من موضوع معين. تاني في الجزئية دي، الطالب جاب لي معرفة، جاب لي معلومات ووظفها في حياته، ولكن الهدف بتاعه مش بس مش عشان انمي حاجه واحده. يعني مثلا انا بعمل مشروع عن مشكله التلوث او الاحتباس الحراري في المجتمع، انا جبت معلومات، المعلومات دي هدفها ايه؟
بس عشان احل المشكله، ولا هدفها اوسع واشمل من ايه؟ من ان انا احل المشكله. طبعا الهدف منها لازم يكون اوسع. الروبريك رقم 5 بيقول لي ان الاكتيفيتي، ان الطلب الاساسي هو بناء المعرفه، وبيتطلب من الطلاب ان هم يوظفوا المعلومات بتاعتها في نيو كونتكست، في نص جديد او في فكر جديد او في مشروع جديد، وان المعرفه بتاعتهم بتكون منتظمه. والاكتيفيتي ليرنينج جولز از مور ذان وان، بيكون الهدف اكتر من ايه؟ من موضوع، او الهدف بتاعه مش بس عشان اخدم ان انا احل مشكله الاحتباس الحراري، لا كمان عشان اخدم عده ايه؟ عده جهات او عده موضوعات. ده بالنسبه للنوليدج كونستراكشن. نفس الشيء السيلف ريجوليشن، نفس الشيء احنا بنقرا كل الكلام ده وبنشوف انا حققت ايه من خلال المشروع بتاعي، حققت اي واحده. ولما اقول حققت اي واحده مش هقول حققت رقم 4، لا، هو الكلام بيفهم من خلال ايه؟ شرحك للايه؟ للمشروع بتاعك. ونفس الشيء ريال لايف بروبلم اللي هي المشكلات الحياتيه. طيب استعمال الاي سي تي تولز اللي هي طبعا احنا كلنا شغالين عن بعد وبنستعمل الايه؟ ادوات مايكروسوفت في المشروع. طيب يبقى استخدام الاي سي تي تولز دي اكيد طبعا الروبريك رقم 5. الروبريك رقم 5 ان الطلاب استعملوا وسائل التكنولوجيا عشان يدعموا المعرفه بتاعتهم. وكمان الاي سي تي تول عملت لي كونستراكشن للم required for construct، ان الـ ICT tool دي هي اللي ساعدتني ان انا اجيب معلومات او اوظف معلومات. وكمان الـ ICT tool دي ساعدتني ان اعمل authentic user، يعني مستخدم موثوق فيه. ودي بنسميها ان الطلاب عرفوا يعني ايه وسائل تكنولوجية، عرفوا ايه حدودهم اللي هي زي مثلا حقوق الطبع وحقوق حقوق ملكيه الاخرين. دي بنسميها الهويه الرقميه، وانا عززت عند الطالب الهويه الرقميه باستخدامه للاي سي تي تولز، نميت عنده هذه الجزئيه. تمام، نرجع تاني. ده بالنسبه للمهارات القرن الواحد وعشرين، الوان نوت اللي هي مرفقه مع استماره الترشح. خليني انا هبعتها لكم، لحظه شكلي انا ما عنديش شات. ابعتها لي على الخاص على الواتس، وانا هنزلها على القنوات الواتس. اوكي. بالنسبه للسؤال ده في حد يبقى اذا السؤال ده بس وصف، مش عايز عندي ادله، فقط وصف مش عايز ادله. فين الادله؟ هناخد اول 5 يرفعوا ايديهم للاستفسار عن السؤال ده برضه. اتفضلي كملي. اوكي، زي ما قلنا السؤال ده بس 2000 حرف. لو حضرتك هتزيد عن السؤال ده نظري 2000 حرف. لو حضرتك هتزيد عن ال 2000 حرف تقدر تحط لي وورد، تحط لي باوربوينت. اوكي، عندنا حاضر استاذه ساره سوريا، هتفتح المايك بعد لحظة بس وتقولي سؤال. اوكي، مع حضرتك. المايك لما يفتح عندك افتحيه وتفضل السؤال. بعدها أستاذة غادة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل أستاذة سوريا. افتح المايك. أستاذة غادة افتح المايك ولسؤالك. دلوقتي حضرتك أنا بسأل على الفيز 3، يعني اللي هو المرحلة الثالثة اللي حضرتك بتتكلمي فيها. هل لازم أعمل لها سوي؟ مش شرط. هو أنا هقول لك دلوقتي، خلينا نكمل حضرتك. أنا هقول لك دلوقتي لا مش شرط سوي. هو حاطط لي حاجات. ده السؤال رقم، ده السؤال تمام. معك يا استاذه ثريا. السؤال ده رقم 4 وهنشرحه حاليا. السؤال ده رقم 4، ايه الادله اللي اقدر احطها؟ مش بس سوي، لا طبعا في حاطط لي حاجات كتير اقدر استعملها. طب انا بس سؤال كمان، انا دلوقتي مثلا انا جمعت ادله عن حاجات كتير جدا، منها التطوير المهني والتطوير الذاتي وان انا طورت زمايلي، بس انا مش لاقيه من ضمن الاسئله الحاجه اللي انا اعمل لها انسرتنج للكلام ده.
يعني في في ده السؤال رقم 6 يا استاذة ثريا، ده السؤال رقم 6 ايه مشكلته؟ انا غادة، انا غادة. اهلا استاذة غادة، ده السؤال أهل. رقم 6 ده كان السؤال رقم 6 ان انا احط الادلة بتاعتي لسه ما جنلوش. طب اوكي، طيب شكرا العفو. استاذة ثريا اتفضلي، اتفضلي كملي يا استاذة. اوكي تمام. دلوقتي احنا هنروح للسؤال رقم 4 ونشوف ايه نوعية الادلة. قال لي هنا provide a link، حط لي رابط. يبقى فقط السؤال الاربعة اللي عايز مني ادلة، باقي الاسئلة بس وصف، ولكن مش اي وصف، وصف يكون فعلا فاد الطالب في العملية التعليمية. اديني لينك لحقائق او ادلة، ارتيفاكت يعني ادلة حقيقية معايا، خلي الكلام اللي بين القوسين ده، منين؟ من مشروع او درس او وحدة مع الطلاب. مع مين؟ مع الطلاب. يعني في ناس سألتني انا اشتغلت مع معلمين، طبعا لا، هو السؤال واضح مع learners، مع متعلمين، مع طلاب. using microsoft tools، باستخدام ادوات مايكروسوفت. قال لي حط الحقيقة دي او الادلة في مكان نقدر ناخد منه رابط. الاستاذة اللي كانت بتسأل انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اخد سوي، اقدر اعمل بورتفوليو اللي هو مثلا ون نوت او اي بورتفوليو انت تعرفي ايه تستخدميه، تمام؟ بقى انا اقدر استعمل سوي، وسوي طبعا هو اسهل حاجه نقدر نلحق بيها الايه الادله، او ون نوت، او اقدر استعمل ون نوت احط فيه الادله بتاعتي. برضو الون نوت منظم ومرتب، لو قسمته لسكشنز وصفحات بيكون واضح. اف يو ترين تيتشرز، لو انا دربت معلمين، لو انا مهنتي مدرب، انا مش مهنتي مثلا انا رئيس قسم مش بدرس طلاب، او انا مدرب مش بدرس طلاب. قال لي ممكن يكون ايه شغلك؟ يكون ايه درس او خطه اشتغلتوها مع بعض، وبعد كده تقدر تعملي التريننجز بتاعتك فين؟ في السوي. اف يو تيتش ستودنت، لو انا درست طبعا طلاب، هيكون ايه؟ فيديو. الادله بتاعتي تكون عباره عن ايه؟ ممكن احط فيديو، احط باوربوينت، احط وورد، احط ملف وورد، احط سوي، anything، اي حاجه انت تعرفي تعمليها اشتغليها بدون. يبقى الادله بتاعتي ممكن تكون ايه؟ فيديو او باوربوينت او ملف وورد او سوي او اي شيء، اي حاجه حطي لي بس دليل. يو كود ايفن يوز، ممكن اعمل سكرين شوت تو شو وات يور ليرنر ديد، عشان بس اعرف الطلاب بتاعك عملوا ايه. تاني اللي هنا بالنسبه للادله، انا هنا وصفت زي ما قلنا 3 واربعة وخمسة، اللي الثلاث أسئلة دول مبنيين على بعض. اللي انكتب الوصف النظري اللي انكتب في ثلاثة هترجمه إلى أدلة وصور وفيديوهات، أدلة صور فيديوهات باوربوينت، شغل الطلاب اللي أنا كتبته في السؤال ثلاثة. والسؤال خمسة توضيح إيه النتائج، إيه أداة مايكروسوفت اللي كانت كريتيكال، كانت أساسية، بدون الأداة دي مشروعي ما كانش هيشتغل، بدون الأداة دي مشروعي ما كانش هيشتغل، تمام؟ تاني قال لي هنا حط لي رابط لمثال من حط لي رابط أدلة حقيقية أنت استخدمت الأدلة دي، بتكون للمشروع أو الدرس أو الوحدة اللي أنت استعملت فيها مايكروسوفت تولز معايا. والدليل ده ممكن يكون إيه؟ سوي أو بورتفوليو معايا. لو انا دربت معلمين، if you train teachers maybe it also، ممكن هنا بقى بيوضح لي لو انت كنت مدرب تعمل ايه، ولو انت كنت مدرس تعمل ايه. تمام استاذه، واضح السؤال ده؟ طيب انا اللينك ده عشان اعمل سوي مرتب اعمل ايه فيه الاول؟ رقم واحد، ما دام هو هنا عايز لينك اصلا، يبقى لازم ده اهم واحد، اهم حاجه في الادله اللي هستعملها، ده اهم دليل هستعمله. هعمل في ايه؟ رقم واحد هحط اهداف المشروع. ايه هي اهداف مشروعي؟ ايه كانت اهداف مشروعي؟ مثلا مشروعي كان مثلا الاحتباس الحراري، عن الاحتباس الحراري ايه الاهداف؟ تنمية مهارات القرن 21، واحط له الاهداف دي كلها من خلال مشروع الاحتباس الحراري. اوكي حطيت الاهداف، قلت اول وسيلة الكوميونيكيشن، الكولابوريشن، التعاون. ايه ادوات مايكروسوفت اللي استعملتها كوسيلة تعاون مع الطلاب؟ كوسيله تعاون اقدر اخد الويكلت، يبقى اخد ادله من الويكلت واحطها. اقدر اقول الون نوت، اخد ادله من الون نوت احطها.
اخذ ادله من التيمز، لان طبعا ده وسيله التعاون او التواصل الاساسيه التيمز، تمام؟ يبقى اخذ ادله من الاشياء دي واضعها، ده الهدف الاول التعاون. سكيلد كوميونيكيشن، التواصل الفعال، نفس الشيء اللي هو طبعا كولابوريشن تعاون، اللي هي الوان نوت والويكلت، ده طبعا بيستعملوه عشان يتعاونوا مع بعض والعمل في مجموعات. اداه التواصل كانت التيمز، تمام؟ طيب نولج كونستراكشن، الطلاب ايه ادوات مايكروسوفت اللي استعملوها عشان يجيبوا لي نولج، عشان يجمعوا معلومات؟ النولج دي جابوها منين؟ جابوها من المجتمع، عملوا بحوث وعملوا اتقابلوا مع ناس وعملوا فورمز عشان يجمعوا استبيانات، واستعملوا اكسل عشان يعملوا لي احصاءات، واستعملوا لي حاجات كتير عشان يجمعوا معلومات، صح ولا غلط؟ استعملوا لي الايدج عشان يبحثوا، واستعملوا لي كولكشن. يبقى هنا توثيقات الايدج والايدج والويكلت والوان نوت والباوربوينت والشغل بتاعي ده كله معايا. طيب الهدف الثالث، ما انا حاطه اهداف، وبناء على كل هدف بسرد المشكله بتاعتي واقول ايه الادله اللي انا استعملتها. اتعلموا من ضبط النفس، وتعلموا الثقه بالنفس من خلال ايه؟ من خلال ايه الثقه بالنفس وضبط النفس؟ طبعا من استخدامك للمايكروسوفت تولز تقدر تبدع وايه، وتقدر تجيب لي ادله تدل على الايه، على المهارات دي. السيلف ريجوليشن مثلا، لما الطالب بيقعد في مجموعات ويكون ليدر ويشارك برايه، ده طبعا ثقه بالنفس. لما الطالب يعمل لي فيديو باستعمال الفليب جريد ويلاقي عليه تعليقات هايله، عزز لي الثقه بالنفس. لما الطالب يعمل لي تسجيل صوتي بالباوربوينت ويبعته لي عن رايه في المشروع او عن طريقه حل لهذا المشروع، تعتبر ثقه بالنفس وضبط النفس في نفس الايه الوقت، تمام؟ عندي هنا طبعا انا مختاره مشكله الاحتباس الحراري، ده طبعا مشكله حياتيه. يبقى الطالب ساهم كعضو، ده بنسميها ديجيتال سيتيزنشيب، اللي هي المواطنه الرقميه، المواطنه ديجيتال سيتيزنشيب اللي هي المواطنه الرقميه. عمل ايه في المواطنه الرقميه؟ دوره ايه كمواطن؟ استعمل لي ادوات التكنولوجيا وحل لي مشكله من اهم المشاكل البيئيه. يبقى انا عززت عند الطالب ايه؟ ناقشت مشكله حياتيه باستخدام احدى ايه؟ احدى وسائل الايه؟ المايكروسوفت. طبعا الاي سي تي تولز، طبعا الطلاب ما شاء الله بقوا ماستر في الاي سي تي تولز من استخدامنا احنا معاهم. ان الطالب استعمل ويكلت، استعمل فليب جريد، استعمل ماينكرافت، يعني كل التطبيقات دي اللي هي استخدام الطالب للايه، للاي سي تي تولز، اوكي. يبقى اذا السؤال الرابع، لازم يكون متقسم بطريقه منظمه. اول شيء بضع اهدافي، ثاني شيء بضع الادله لكل هدف، او مثلا انا مشكلتي قسمتها الخطوات. الخطوه الاولى احط الادله بتاعه الخطوه الاولى، وكل دليل لازم اكتب كده تحت الصوره، الصوره دي بتعبر عن ايه، مش بس صور صور صور، مش بس عملت سوي صور صور، الصوره دي بتاع ايه ومين على مين ومين مع مين، لا، كل مجموعه صور احط لها وصف عملوا ايه، اوكي. كل مجموعه صور، يعني هنا عملوا مقابله، هنا ده مثلا حطيت فورمز، الفورمز دي جابوا لي استبيانات واحصاءات من المجتمع عن مشكله كذا كذا كذا، وكانت النتائج كذا كذا كذا، اوكي. حطيت اكسل، الاكسل ده كان احصائيات عن المشكله كذا، والاحصائيات دي وضحت لي كذا كذا كذا. ده تيمز ده كانت منصه الاجتماعات الاساسيه، كنا بنجتمع مثلا يوميا او اسبوعيا او شهريا، والاجتماعات بتاعتي دي اسفرت عن ايه؟ اسفرت عن عن تواصل مثمر بين افراد المجموعه. وطبعا في التيمز في ايه؟ انسايت، بس للاسف انا مش عارفه الانسايت ما بيفتحش عندي ايه. الانسايت ده كان وسيله مهمه جدا عشان اعرف مين اللي متواصل، مين اللي متواجد، مين الفعال في المجموعه. يبقى الانسايت ده كان وسيله فعاله عشان انا اعرف مين اللي بيشارك ومين اللي مش بيشارك داخل الايه، داخل المجموعه. بس ان شاء الله يفتح على نهايه المحاضره، تمام؟ طيب ده بالنسبه للايه، للسوي. في اي مشكله هنا في جمع الادله؟ طيب هناخد خمسه. اتفضل. معلش سامحني يا استاذ فوزي ان انا دخلت كده. حضرتك مين؟ حضرتك مين؟ انا استاذ امير. انا استاذ امير. هو المايك بتاع حضرتك مفتوح ولا ايه؟ لا، هو من ساعة ما بدأنا وحضرتك كنت سايبه مفتوح. أنا عامة أنا قافله، يعني أنا لسه فاتحه. ما فيش مشكلة، بس طيب ماشي، اتفضل. آه آه آه
يعني ما تخافش انا قاعد لوحدي وما فيش اي قلق يعني بالنسبه ان نفتحه يعني بالغلط. اتفضل استاذن حضرتك. بس في نقطه انت وانت بتتكلمي، انا عملت زي بعض الزملاء عملت شغل على بادلت، الشغل ده اقدر استعين بيه ولا المهم ان انا اشتغل الحاجات اللي حضرتك قلت عليها من خلال ادوات مايكروسوفت فقط، ولو اشتغلت اي شيء على اي ادوات اخرى لا مش مهمه ومش المفروض ان انا احطها؟ شكرا حضرتك. البادلت لو شفت تحت في ادوات مايكروسوفت هتلاقي البادلت من احدى تطبيقات مايكروسوفت او صديق او من الشركات المعاونه للمايكروسوفت البادلت. انا بستخدم بادلت وحط ادله بادلت عادي جدا. بالعكس البادلت وسيله مهمه جدا للعمل التعاوني، بيخلي الطلاب كلهم يعني ما شاء الله حماس، والبادلت طريقه منظمه للعمل الجماعي داخل الصف. اكيد طبعا البادلت وسيله مهمه جدا. ناخد اسئله. اوكي الاستاذ عادل اتفضل. افتح المايك استاذنا وتفضل. استاذه غاده اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. بص حضرتك دلوقتي هنستنى الاستاذ عبد الشافي. استاذ عبد الشافي ماشي معلش. أيوة. اسف جدا معلش. طب انا عايز اقول لحظه يا استاذ غاده، اصل انا قلت له في الاول يعني معلش. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذنا. أستاذ أماني بالنسبة بس للسؤال ده اللي هو الرابط، أوكي هل هنا إحنا بنعمل السوي ونعمل أدوات اللي استخدمتها مع الطلاب كأداة مثلا حقق بها هدف، ولا المفروض أسرد زي سيناريو المشروع معين زي ما قلت حضرتك، أكتب عنوان معين لحاجة أعملها زي مشروع مثلا ذكرتية أو أي مشروع وحط هدف واشوف ازاي ان انا انظم احقق الهدف ده وابتدي كاني بتكلم على مشروع، كاني برضو بتكلم على مشروع ولا اتكلم بس على الادوات اللي هي اللي استخدمها الطلاب؟ ايه المقصود هنا يعني تحديدا؟ تمام اهلا وسهلا بك الاول استاذ عبد الشافي معنا في المحاضره النهارده. دلوقتي حضرتك السؤال بيقول ايه؟ السؤال الوصف تسرد للموضوع معززا مهارات القرن الواحد وعشرين ده رقم ثلاثة، ده وصف نظري. لا نتكلم على الرابع معلش. نتكلم على الرابع. انا عشان مشروعي يبقى مرتب بحط الاهداف بتاعتي في اول شريحة من السؤال. ايه اهدافي اللي انا هحط عليها ادلة حتى عشان الشخص اللي بيقيم حضرتك في المجموعة يقدر يفهم انت ماشي فين، ايه هدفك؟ بدون هدف المشروع فاشل، صح ولا غلط؟ يبقى لازم احط اهداف رقم واحد. احط الاهداف، هدفي مثلا ان انا احل مشكله الاحتباس الحراري مثلا معايا، وايه كمان ده الهدف يعني الاساسي؟ يعني كاني بشرح درس تمام. او بعمل او بتكلم على موضوع وامشي بيه بالتسلسل بتاعه زي في الحصه بالادله. تمام بالظبط. مع التركيز على ان انا نعم هم طالبين مني زي ما قلت لحضرتك ثلاث أسئلة مبنيين على بعض. الهدف الأساسي بتاعهم تنمية مهارات القرن الواحد وعشرين من خلال مشروع ما قدمته للطلاب. يبقى إذن إيه أهدافي؟ تنمية أول بقى تنمية مهارة التعاون وتنمية مهارة الكوميونيكيشن وتنمية مهارة كذا وتنمية مهارة كذا. تنمية المهارات دي فين؟ لمشروع الاحتباس الحراري. يبقى الهدف الأساسي حل مشكلة الاحتباس الحراري. إيه الأهداف الفرعية بتاعتي؟ الاحتباس الحراري هيتعامل مع ايه؟ عن مهارات القرن الواحد وعشرين. هبدأ استعملت مين اللي ساعدك في الكلام ده؟ الأوفيس، تطبيقات أوفيس. مين هي تطبيقات أوفيس؟ همسك كل ايه مهارة على حدة. نعم. وحط صور او فيديو. نعم. ووصف تحتها، بس ما حطش صور وفيديو واسيبها، هما هيتوهوا مش هيعرفوا ده بتاع ايه وده مع ايه وده مع ايه. لا عملوا تواصل باستخدام كذا، يعني اشرح عشان يبقى الشغل بتاعي ريتش. يعني المختصر كده من كلام حضرتك واللي فهمناه الحمد لله ان الثلاث اسئله دول من بدايه مهارات القرن الواحد وعشرين لغايه ورابط المشروع والسؤال اللي بعدها اللي هو ازاي تحقق الهدف، دول كلهم يعتبر مرتبطين بحاجه واحده بس اللي هو انا بتكلم على شرح حاجه معينه
ليها هدف وحققت المهارات كلها بتاعت هذا استخدمها مهارات 21 وفي نفس الوقت بروح على مين على ادوات اللي انا عايزها عشان انفذ اهدافي لها وحققت الاهداف. ولازم يكون طبعا ايه زي ما احنا قلنا كل المهارات ذكرناها او مهاره تربويه طبعا أكيد. صح كده حضرتك اكيد تمام ممتاز. طيب يعني كده انا في السؤال بتاع مهارات 21 مش هحط رابط سوي ان اشرح فيه كادله صوره اكتفي بس في البدايه احط كل شغلي فيه بالظبط بس الوصف مهارات القرن ال21 هتوصف لي هنا بقى عملنا ايه والطلاب عملوا ايه وازاي وصلوا هو الرابط ده هيشمل الثلاثه بقى الرابط هيشمل الثلاث اسئله وفي نفس الوقت السؤال الاولاني بتاع الادوات اوريدي اكمل لحضرتك هو اوريدي كده الرابط هيشمل الثلاثه دول من خلال الذكر ليهم بطريقته وشرحه واوريدي كمان وداني للسؤال الاول اللي هي الادوات اللي هي الباوربوينت ما ورينا بذكرها والفورم يعني يعتبر الرابط دخل كل الادله اللي انا هحطها فيه صح كده تمام استاذ عبد الشافي بس توضيح صغير الرابط السؤال الثاني منفصل كليا وجزئيا عن 3 و4 و5 السؤال الثاني انا عايزه الليرنر هو انا عملت لهم ايه السؤال الثاني بس عايز الليرنر نيدز احتياج الفروق الفرديه بين الطلاب ماليش دعوه بقى بالمهارات القرن ال21 ده زي ما تقول زي طرق تدريس زي نفس زي اسس تربيه زي مهار زي زي ميثودولوجي زي طرق فعلا طرق تدريس زي علم نفس انا ازاي وصلت الطلب ده خجول وصلت له ازاي عن طريق الاوفيس تولز الطلب ده بصري وصلت له ازاي معايا يعني عايزك ازاي توظفي ادوات مايكروسوفت في ازاي يعني تمام ملوش علاقه تماما شكرا حضرتك شكرا تمام زي ما قلنا انا بتكلم ان هو ذكر الادوات انا ذكر ان هو ذكر الادوات ولكن انت بتقولي لا هو عايز الادوات في حاجه هدف محدد بالظبط هنا عايز الادوات لهدف الايه الليرنينج نيدز احتياجات الطلاب او الفروق الفرديه وثلاثة واربعة وخمسة بيناقش مهارات التعلم في القرن ال21 تمام من الاحتياجات نذكر الثلاثه المتميز والمتوسط والقليل والقليل ولا لا لا عادي لا ولا ده هنا حضرتك في الليرنينج نيدز ده الليرنينج اللي هو يعني قصد صعوبات التعلم ايوه اللي هم صعوبات التعلم بقى واللي عندهم ديسلكسيا واللي عندهم تاخر دراسي واللي عندهم الطلبه دول اللي هم بيكونوا نيجلكتد في الصف اللي هم بيكونوا كده المدرس يدخل ما يلاقيش منهم امل يخليهم ويشتغل مع الطلبه اللي هم ما شاء الله عليهم متميزين متذكر هم برضو هم اذكياء برضو في وضع الاسئله بتاعتهم يعني هم اذكياء ما شاء الله في وضع الاسئله يعني لسه معانا كم سؤال يا استاذه امين اتفضل استاذ فوزي مع حضرتك لسه معانا كم سؤال اوكي تمام مع حضرتك اتفضل معانا كم سؤال لسه انت في كام الوقت انا في السؤال الرابع خلص بس انا في نهايه الرابع حضرتك الله. قلت لي لحد كام ما اعرفش انا مش عارفه ما هو عادي. لا هتكملي الست اوكي تمام شكرا استاذه ايمان شكرا العفو استاذ عبد الشافي بس معلش يعني ايه بالتفصيل بس احنا طولنا على الناس هقول لك في نقط في عجاله يعني انا شاكرا لسعد صدركم بص يا دكتور دلوقتي بالنسبه هل لازم انا استخدم المهارات كلها في المشروع ولا ممكن اكتفي بمهاره او اتنين بصي حضرتك لو عملتي مشروع اكيد هتشتملي كل المهارات بس انت مش حاسه انك اخذتي المهارات كلها انا اقول لك ليه اي مشروع بعمل تعاون صح اي مشروع بيكون فيه تواصل اي مشروع بيكون فيه بحث عن المعرفه اي مشروع الطالب بيتعلم ضبط النفس والثقه بالنفس اي مشروع بيناقش مشكله معينه طبعا احنا كلنا شغالين اي سي تي تولز وكل الطلاب شغالين فانت ليه حرام تاخدي مهاره معينه وانت قادره انك تشملي كل المهارات في المشروع صح ولا غلط تمام هي المشكله بقى الثانيه دي اللي مترتبه عليها ان دلوقتي انا بدرس في المرحله الابتدائيه وكتير جدا من الولاد لما قالوا اقعدوا وما تكوش اعمال سنه واكتبوا اقرارات ما حدش كان بيجي وبالتالي ما حدش كان بيشارك معايا في حاجه فانا معايا يعني حوالي تقريبا اربع طلبه بالعدد عادي مش مشكله انا عملت ابتدائي فغير قادرين على استخدام كل هذه التكنولوجيز تمام لا بالعكس اربع طلبه عادي جدا بالعكس كل واحد يعمل حاجه معينه بالعكس ده يكون منجز معاكي اكتر من صف كامل اوكي اصل انا قبل كده كنت بقسم فعلا الكلاس لجروبز وكل مجموعه كنت بكلفها بحاجه وكنت بصورهم فيديو وكلام من ده لكن اربعه ده انا حاسه ان هو حاجه قليله قوي ومش كفايه يعني لا عادي عدد الطلبه
ما يفرقش مشكلة. ما يفرقش طبعا. تمام. طيب. حاجة الأهم أنا كنت بدرب مدرسين كمان، أنا تيتشر ترينر في نفس الوقت. فللأسف إحنا ما طبق يعني ما عملناش في مشروع مشترك. يعني أنا already كنت بعلمهم ونود، بعلمهم تيمز، بعلمهم كل التولز بقى بتاعت مايكروسوفت، لكن للأسف ما اشتغلناش مشروع مشترك. يعني هما يدوب كانوا بياخدوا مثلا، بيدخلوا على المجتمع بياخدوا شهادة مايكروسوفت Innovative Educator بس. ده كده لا، إن شاء الله تقدري تعملي مشروعك مع 4 طلاب، مع 3 طلاب حتى يمشي المشروع حلو، وتقدري تبدعي فيه كمان. شكرا يا فندم. شكرا وشكرا لصاحبك. احنا بناخد اسئله، وبعدين الزمايل بيقولوا الوقت يعني ما احناش عايزين نطول عليهم، فرجاء السؤال يكون مركز تماما، يعني سؤال محدد والمدرب يجاوب عليه علشان بس ايه الوقت يعني. وعايزين نخلص كمان الخمس اسئله. هناخد كمان زي ما وعدناهم، هنكمل الخمسة اللي أخذناهم. هناخد أستاذة هالة. افتح المايك أستاذة هالة وسؤالي سؤالي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذة هالة. السلام عليكم. تفضلي مع حضرتك. معلش بس حضرتك، إحنا ما قدرناش السنة دي إن إحنا نعمل الحاجات دي مع الطلبة، نعمل إيه دلوقتي المشروع؟ أجاوبني؟ أتفضل. اصل في ناس ثاني قالوا ممكن تعمليها مع زمايلك. اقول لحضرتك اتفضلي. السلام عليكم استاذ فوزي. طيب ايش راي حضرتك نعطي لهم دلوقتي حاجه قاطعه من داخل الام اي اي سيلف نومينيشن نفسها؟ بس هستاذنك استاذه اماني، بس هاخد منك. خليها للاخر. لا، لأن السؤال ده السؤال اللي هي بتسأل، أنا دلوقتي ما اشتغلتش مع الطلاب، ينفع أشتغل مع زمايلي ولا لأ؟ فإحنا دلوقتي هنوريكم حاجة تأكد لكم إن ننفع إن إحنا نشتغل مع ال إحنا عايزين نقول لهم إن الطالب هو المتلقي المعلومة أيا كان، سواء كان مدرس أو تلميذ أو طالب. هو يعني هو احنا، انا الان واستاذه هدى طلاب عند استاذه امان. تمام كده؟ تمام. يعني مش شرط طلاب تلاميذ من المدرسه. يعني المهم انت اديت الامكانيات واستخدمت الادوات مع متعلمين. تمام، واضح كده السؤال. طب نشوف استاذه نهاد، اتفضلي. لا دلوقتي انتوا شايفين الشاشه عندي استاذ فوزي، شاشه واضحه؟ شايفينها. تمام، احنا خلينا نطلع فوق هنا كده عند الانستراكشنز الاساسيه اللي هو اعطاها لي فوق، علشان يعني نفض المشكله. هو بيقول يعني ايه كلمه educator، علشان في برضو بعض الرؤساء الأقسام اللي ما بيدرسوش، أو مثلا الموجهين، أو بالنسبة مثلا للمدراء، هل يحق لهم إن هم يعملوا MIE expert؟ أي يحق لهم. ليه؟ لأن هو وصف الإديوكيتر. أنا أقصد به إيه؟ أقصد به الكلاس روم تيتشرز، يعني المعلم اللي داخل الصف، أو السكول ليدرز. يعني شنو سكول ليدرز؟ يعني القائدين اللي في المدرسة، زي مثلا رئيس القسم والموجه واللي هو مدير المدرسة. وكمان ينفع يتقدم لهذا اللقب البروفيشنال ليرنينج سبيشاليست، اللي هم الناس المتخصصين في التعلم داخل المدرسه، زي مثلا اللي هم ماسكين المعامل او ماسكين المعامل الكمبيوتر وهكذا. وينفع كمان يشتغل معايا حتى الترينرز، يعني حتى لو انا مدرب بشتغل في مركز خارجي مثلا بدرب الناس او كده، او مسؤول عن تدريب الناس، ينفع ان انا اشتغل. طيب يعني ايه كلمه ليرنرز؟ هو هنا عرفني كلمه ليرنرز، وقال لي كلمه ليرنرز مقصود بيها كالاتي، وننتبه مع بعض. الليرنرز يعني ستودنتس ان ذا كلاس روم، اقدر ان انا استخدم الطلاب الموجودين معايا داخل الصف، واقدر كمان استخدم ايه يا جماعه؟ الكوليجز اللي هم الزملاء ذات يو ورك وذ ذات يو ار تريننج. يعني ينفع ان انا استخدم الستودنتس، وينفع ان انا استخدم الايه الكوليجز. يبقى لما الاقي كلمه
بالظبط. الله ينور عليك. انا حبيت برضو مداخله استاذ فوزي، بس مداخله. انا في السيلف نومينيشن حاطه سيره ذاتيه ليا في اول صفحه. السيره الذاتيه بتقول انا معلم، انا معلم هدرب ناس، ما ينفعش طبعا. فكلامنا هيكون ما فيهوش مصداقيه، ما بني على خطا فهو خطا، راح يعملوا لك اكس على النومينيشن. انما انا لو عامله السيره الذاتيه، خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي لو بالك. انا عملت هو معرف لحظه بس شويه لحظه بس لحظه السيلف نومينيشن بتاعتي في صفحه كامله فيز 1 انت مين والتايتل بتاعك ايه وانت ايه، وبيحصل اوتو كوركشن خلاص. انت تثبتي عندهم في الفيز 3 انك انت تيتشر، ازاي انا اودي لهم ادله ان انا مدربه؟ اي منطق بيقول الكلام ده؟ هما اللي قايلين كده استاذه اماني، مش انا اللي بقول. استاذه اماني، استاذه اماني، عشان استاذه اماني واستاذه نهاد، عشان من 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 نختلفش. هو لما يعني في اي بحث او في اي موضوع ذو اهميه بيجيب المصطلحات بتاعته الدارجه بيحطها ويفسرها الاول عشان تشتغل من خلالها. يعني اي حتى في الهيكل التنظيمي لاي مؤسسه بيجيب المصطلحات، يعني ايه مدير، يعني ايه رئيس قسم، بيفسرها. فهو فسر الحاجات دي وقال امتى تبقى انت مدير وتدرب مين، وامتى ما تكون انت رئيس قسم هيبقى تحت ايدك مين. فهو وضح كل الامور ديتي. فالغرض كله ان انت قمت بدور تدريب اللي موجودين قدامك ايا كانت صفاتهم الوظيفيه فهم متدربين. هناخد ونرجع برضو للنقطتين دول في الاول ونقراهم كويس ونترجمهم كويس ونفسرهم كويس، وهتلاقوهم مش هيخرجهم عن اللي قلناه وعن اللي الأستاذة نهاد إن شاء الله قالته. يعني هناخد استفسار كمان من أستاذ مايس، اتفضلي. ألو، مع حضرتك أستاذة مايس، اتفضلي. أستاذة سائدة، افتح المايك، إحداكم تفتح المايك. السلام عليكم، يعطيكم العافية. بالنسبة للسوي اللي بدنا نعمله، بس الأهداف اللي بدنا نحطه فيها، ولا في كمان، أنا زي اللي فهمت إنه كمان لازم نحط الإشارات اللي عنا والشهادات وكل هاي، ولا بس؟ أستاذة سائدة، السوي اللي هعمله إشارات، أنت إشارات والشهادات أنت أوريدي حاطة لها لينك في المرحلة الأولى أو في الورقة الأولى، مش بحط فيه إشارات ولا شهادات. السوي اللي بعمله ده بحط فيه الأدلة اللي أنا استعملتها في المشروع، أدلة تثبت أهداف المشروع بتاعي. يعني أنا مشروعي عملت تعاون من أدوات مايكروسوفت اللي ساعدتك في عمل التعاون مع الطلاب، اخد صوره او اخد فيديو. عملت تواصل من ادوات مايكروسوفت اللي استعملتها من اجل التواصل مع الطلاب. عملت نوليدج كونستراكشن، الطلاب بحثوا عن المعلومه او كونوا فكره او جابوا معلومات. قطعتك شوي، بهمش فهمت هذا الحكي، بس انا اللي بقصده بكفي صوره واحده يعني ولا اكثر؟ والله انت بقى على حسب شغلك بقى، حاولي ابرزي شغلك، ابرزي مشروعك، حطي اكثر. يعني لو الصور نفس الشيء بس واحده كفايه، لو الصور متنوعه مثلا او مختلفه عادي حطي اكتر من واحده. لو موجود عند حضرتك حطي، موجود سؤال. واحده اثنين ثلاثه حطيهم بقى خلاص. لكن موقع الوان درايف، في الموقع الوان درايف يعني باي نوع من انواع المهارات بنحط؟ الوان درايف تعاون او مشاركه، تعاون ومشاركه وكوميونيكيشن كمان، تواصل. شكرا لك، يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه، وجودكم مباركه. الاستاذ معك لحظه، استاذ عبد الشافي عنده تعليق، بس يا ريت يعني مختصر، تفضل. على السريع بس استاذ ايمان، هل انا السؤال بتاع مهارات الثالث، المهارات 21، عادي ممكن اشرح مشروع
وفي سؤال الرابط بتاع الرابط بتاع الادوات اللي استخدمها يبقى برضو المشروع تاني غير ده ولا لازم يكونوا حاجه لا واحده لا بس؟ لا 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 لازم نفس الشيء لازم. انا زي ما قلت في الاول الثلاثه واربعه وخمسه متعلقين ببعض. الاول وصف نظري للمشروع بس هو حضرتك هنا بترجم الكلام حضرتك هو هنا هو طيب هو هنا حدد لي في السؤال الثالث حدد لي ان هو عايز مهارات 21 في المشروع تمام كده بس هو بيقول لي انا عايز هنا اداء او رابط او درس من مشروع ما ربطنيش بالسؤال اللي قبليه حضرتك لا لا يعني ممكن اعمل حاجه تاني جديده ها لا 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 ازاي تفهم قصدي ايه بروفايد ا لينك تو ان اكزامبل اوف ليرنينج ان ارتيفاكت يعني انا هتكلم على مشروعي خلاص في الاول بتاع ال21 ده ما حاجه على التنمر مثلا انا بديك مثال يعني تمام انا معاك اتفضلي لا بروفايد ا لينك ما هو نفس انا فهمت حضرتك هم مش ربطين. لا بس الثلاثه مرتبطين ببعض حتى ميس سولنج قالت اكتر من محاضره انا حضرها ليها ثلاثه واربعه وخمسه متعلقين ببعض ازاي طب انا وصفت المشروع بتاعي ايه ادلتك على المشروع ايه ادلتك على المشروع هنا بحطها ايه نتائج المشروع في خمسه بحطها تمام تاني انا وصفت المشروع بشكل نظري ثلاثة ما ده اللي احنا بنقوله هنا في السؤال الرابع ده في التباس حضرتك هو بيقول اديني اداة انت استخدمتها من ضمن مشروع حققت فيها اهداف التعلم ما تكلمش ان انا اربطها بالسؤال اللي قبليه ما انا ممكن انا اتكلم عن التنمر الالكتروني في الاول وهنا هقول لا ده انا عملت كذا يعني مع طلابي نشاط معين وحققوا في كذا وفي هدف وحققوا ملوش دخل بالمشروع اللي قبليه ولا ده مرتبط فعلا 100% زي ما بتقول حضرتك يا ريت تاكد ان معاك من استاذه سولنج قالتها اكتر من مره في اكتر من محاضره 3 و4 و5 متعلقين ببعض لو اي حد عنده راي مثلا حضر محاضراتها او يقدر يفيدنا بس انا اعرف 3 و4 و5 متعلقين ببعض برضه عشان ما اطولش عليك لان منطقيا معلش ولا يهمك نعم. منطقيا انا وصفت شيء نظري ايه الدليل الدليل في اربعه قالت نحط رابط قالت نحط رابط في كل سؤال هيوصف له عايز تحط لي ادله قالت مش شرط هي قالت كده برضه لا قالت مش شرط انت عايز تحط طيب. رابط بادله هنشوف هنشوف نتاكد منها نعم أوكي. تمام. بس في حاجه تانية معلش ارجع لي للسؤال الثاني الله يكرمك معلش لان انا شرحت للناس عشان برضه اوضح لهم تعالي السؤال الثاني حضرتك هنا انت بتقولي دول للبس اللي عندهم صعوبات تعلم لا انا حضرتك لا. السؤال دي اهو صعوبات تعلم احدى الليرنر نيدز احدى صعوبات التعلم احدى الليرنينج نيدز انا عندي كتير ليرنينج نيدز عندي ناس سمعيين يسمعوا بس بالصوت ودول بنستعمل لهم الريدنج الاود اللي هي الاكسسبيليتي تول اسمها ريدنج الاود بس طب خليني بس انا هقول الترجمه اللي عندي والورد اللي عندي اللي هو زي حضرتك بيقول لي اسف كيف استفدت من ادوات مايكروسوفت لزياده امكانيات الوصول لجميع المتعلمين في الفصل الدراسي تمام حضرتك إيه؟ تمام خليني اكمل لك وعايز ديفرنت ايه ليرنينج نيدز اللي هم ايه معناه احتياجات التعلم المختلفه القوي المتوسط واللي عندي متميز في معين معين واللي هو عنده صعوبات كلهم يعني كلهم كل الطلاب المتنوعين اللي هي الفروق الفرديه حضرتك الفروق تمام. الفرديه يبقى انا لازم بتكلم على كلهم اديت المتميز ايه والمتوسط ايه واللي عندي صعوبات تعلم اديته ايه واصل بالاداه تمام بس مش معناها ان بس احتياجات معينه في التعليم لا. صح كده ولا غلط انا بقوله تمام لا حضرتك كلامك صح وقال لي فوق قال لي كل الطلاب وحط لي توضيع أيوة. صغير بين قوسين قال كده اه كده هو قسم السؤال لجزئين تمام قال لي ايه كمان وات tools do you use ايه الادوات اللي انت استخدمتها وكيف عززت لي او شجعت لي الاحتياجات الخاصه او عارف ليه هو بيقول النقطه دي عارف ليه النقطه دي بيقولها عشان يوديني للطالب اللي هو عشان اللي هو في الوقت لما احنا بنعمل القارئ الشامل وبنعمل الترجمه أيوة. وبنعمل عشان يوديني للنقطه دي ان الطلاب اللي عندهم مشاكل شويه في التعليم كمان اقدر اساعدهم باداه مين اللي هي الترجمه واللي شرحتها من شويه حضرتك عشان نفهم الناس بس كده صح كده استاذ اماني تطويل شكرا جزيلا استاذ اماني لسه سؤالين معلش زي بعض سريعا لان احنا لسه عندنا عندنا محاضر هيكمل اكيد طبعا ان شاء الله تحت امرك اتفضل استاذ فوزي طيب خش على الاسئله بقى ان شاء الله على السؤال اللي بعده السؤال رقم خمسة طبعا زي ما قلنا انا حطيت هنا حضرتك اوكي السؤال
السؤال رقم 5 قال لي اللينك اللي انت وضعته فوق اتأكد لي ان اللينك بيفتح في برايفت. لحظة كام؟ لا ده تابع للسؤال الثاني. لحظة شكل الأسئلة عندي. اوكي في سؤال عندي متكرر. السؤال رقم 5 ده 6 قال لي ايه الأداة اللي انا استعملتها. لا ده 6. لا 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 ده 5 لان عندي عمل نسخ السؤال مرتين. ده تابع 4 تمام. هنا بيقول لي في السؤال 4 بيقول لي خد اللينك اللي انت حطه وحطه في برايفت ويندو اللي هي حطه في نافذه خفيه وشوف الرابط بتاعك هيفتح ولا لا، لان في روابط طبعا احنا بنفتحها بنرسلها ما بتفتحش. يبقى هنا دي نصيحه منه بيقول لي خد الرابط بتاعنا وفي نافذه خفيه نشيك اذا كان الرابط ده شغال او عاطل. طيب ده السؤال الرقم 5 بيقول لي عندي هنا بعت طبعا ادله كتير واستعملت تيمز واستعملت ون نوت واستعملت فورمز واستعملت ادوات كتير. هنا بيسالني ايه الاداه اللي كانت كريتيكال يعني شيء بدونه مشروعي كان هيفشل معايا. الشيء اللي كان قال لي الارتيفاكت اللي هي الريزلت اوف ستودنت ليرنينج ايه هي نتيجه التعلم للطلاب، يعني بدون الاداه دي ما كنتش هحقق اهدافي، بدون الاداه دي ما كنتش هقدر اوصل للطلاب، بدون الاداه دي ما كنتش هحقق مهارات القرن الواحد والعشرين معايا. فين الادوات دي؟ قال لي انت مشيرها في اللينك. انت مشيرها فين؟ في اللينك السابق في السؤال رقم 4 هاو ادمنستريت ازاي حققت لي الاهداف، ازاي الاداه دي حققت لي الاهداف. طيب السؤال ده ممكن اقول ايه الفورمز، بدون الفورمز ما كنتش هقدر اجمع معلومات من المجتمع. يعني انا عندي ناس في المجتمع في بيئه المدرسه عايزه اخد ارائهم في المشكله اللي انا قاعده اناقشها معايا. الفورمز دي هل هي كانت كريتيكال بودكاست اساس اداه اساسيه او وسيله مهمه عشان اقدر اكتشف مدى فاعليه او مدى استيعاب الناس للمشكله؟ طبعا كانت كريتيكال بارت الفورمز. طيب ده الفورم عملته قبل البحث في المشكله. بعد ما عملت حلول للمشكله عايزه افحص هل الحلول بتاعتي اللي وجدتها هل فعاله ولا غير فعاله، هستعمل ايه عشان اخد او اجمع اراء المجتمع اللي حواليا. هستعمل فورمز برضو هو اللي هيديني مثلا استبيان او استطلاع رأي يديني مثلا هل المجتمع الوسيلة اللي انا عملتها عشان احل المشكلة هل جابت نتيجة في المجتمع ولا ما جابتش نتيجة في المجتمع. يبقى اذا هحط هنا ايه الفورمز. طبعا كل ادوات مايكروسوفت كريتيكال بارت، كل ادوات مايكروسوفت اللي في المشروع اساسية وكلها حققت الاهداف. الوان نوت انا استعملت الوان نوت كوسيلة تعاون، كوسيلة كولابوريشن تعاون. هل كنت هعرف اعمل تعاون؟ طبعا الوان نوت كل طالب بيدخل يحط انا كلفت طلاب مثلا، كل طالب بيبحث لي بحاجه معينه كل طالب بيدخل ويحط الايه الشيء اللي تم البحث عنه، بيحط لي نتيجه البحث فين في الوان نوت. بدون الوان نوت كنت هقدر الاقي منصه تجمع لي المعلومات؟ لا طبعا. المايكروسوفت تيمز هل هو كان كريتيكال بارت في الـ في الـ في المشروع بتاعي؟ طبعا بدون المايكروسوفت تيمز واحنا بنتعلم عن بعد ما كنتش هعرف اجتمع مع طلابي، طلابي ما كانش هيقدروا مثلا يتبادلوا الاراء ويتبادلوا الايه يتبادلوا الموضوعات سويا الا عن طريق الايه المايكروسوفت تيمز. يبقى هنا بيقول لي اوصف لي الاداه اللي كانت كريتيكال. هنا عايز يقول لي ايه الهدف من الادوات اللي انت استخدمتها، عايز يقول لي without teams مثلا I can't communicate with my students، ان هو بدون المايكروسوفت تيمز ما كنتش هقدر اتواصل مع الطلاب، بدون المايكروسوفت فورمز ما كنتش هقدر اجمع استبيان من الناس لا قبلي ولا بعدي تمام، بدون مثلا وهكذا نفس بدون مثلا الفليب جريد ما كنتش هقدر اوصل صوت الطلاب الى فئه الى المجتمع المدرسي بشكل كامل تمام. يبقى اذا دي عايز يقول لي اشرحي لي ادوات مايكروسوفت ازاي حققت لي اهداف مهارات القرن الواحد والعشرين تمام. السؤال ده في اي حد يحب يضيف شيء؟ في حد يحب يضيف شيء في السؤال الرابع؟ هنشوفه حتى بعد لو في اي مدربين موجودين معانا حضرتك، يعني ممكن احنا كلنا افكار بنضيف على بعض. في اسئله؟ ايوه في. لو اضافات بعد يا استاذ فوزي على يعني في مثلا مدرب او حد عنده فكره عن الموضوع ده يقدر برضو يضيف معانا.
حاضر. الأستاذة سارة تفضلي. يا أستاذة سارة السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذة سارة. عليكم السلام. سارية بس ما بعرف هي إضافة يعني أو يعني ما بعرف. تفضلي حضرتك نستفيد طبعا من حضرتك. تفضلي. لأنه نحن حضرنا مع ما بعرف في ورشة عملتها بالوزارة لمعلم الخبير حكى أنه المطلوب فقط هو رابط السوي للمشروع ورابط الدورات فقط لا غير، هذا المطلوب. ايه تمام كلامك صح 100% أستاذة. يعني والمشاريع هي إما الماينكرافت إما يعني حتى شو اسمه الفليب جريد، يعني مش يعني نحن ما نعقد حالنا ما نصير بدنا نشمل كل شيء. تمام ممتاز. رحت بتقدمه بإتقان أفضل من إني أبيع. ما في داعي أنا لازم أكون مشتغل كل هالأشياء. صح مشروع تمام. واحد كلامك 100%. أنا برضو توضيح عام تعليقاً على كلام حضرتك، المطلوب كله وصف كل الأسئلة بيقول describe، كل الأسئلة اللي تبدأ بdescribe عايز وصف نظري، كل الأسئلة اللي ما بتبدأ بdescribe أو tell us وصف نظري، وصف نظري شوفوا describe tell us، بس هو بيقول لك أوصف لي. إحنا قاعدين بقى ما شاء الله أنت عايز، هي سولانج مس سولانج قالت إيه؟ قالت عايز تعزز إجابتك، عايز تعزز اجابتك وعايز تضيف ادله. اوكي براحتك كيفك، نفس اللفظ اوكي براحتك كيفك، انما فقط زي ما حضرتك بتقولي الروابط في السؤال رقم 4 والسؤال رقم 6، لانك انت بتبعتي لي شهادات. الشهادات هتبعتيها ازاي اذا كانت روابط؟ اول احنا هنتطرق للسؤال الاخير حاليا ان شاء الله. تمام. وحاجه كمان، في 4 تطبيقات أساسية هم مأكدين عليها. إيه هي؟ التيمز والبيلت إن أبس، التيمز والحاجات اللي بنستخدمها في التيمز اللي هي الفورمز الباوربوينت الوورد الإكسل، التيمز وملحقاته عموما، الفليب جريد الون نوت الماينكرافت. قالت في الأدلة الأربع حاجات أساسية دول هم اللي يدخلوا. تمام. إيه هم؟ التيمز بالبيلت إن أبس بتاعته بالتطبيقات بتاعته، الماينكرافت، الوان نوت، فليب جريد. اوكي ده بالنسبه للسؤال رقم 5. في حد عايز سؤال في 5 قبل ما نتطرق للسؤال الاخير؟ خش حضرتك على الرقم 6 وبعدين في الاخر كده نشوف عشان هنا تمام ان شاء الله. هنا بيقول لي اديني مثالين او ايه ديسكرايب، اوصفي لي الانشطه اللي انت كملتها. طبعا كلنا لينا انشطه في مدارسنا، والانشطه دي ادت لماذا؟ ادت الى ايه؟ بيتر تيتشنج وليرنينج. يعني انا بيتر تيتشنج ان انا يعني خليت العمليه التعليميه احسن، والمتعلمين الطلاب يعني للتيتشنج للمدرسين وللطلاب. يعني ايه للمدرسين وللطلاب؟ قال لي الاون ليرنينج انا اتعلمت ايه اند ذا ليرنينج، وعلمت يعني انا اتعلمت ايه وزمايلي اتعلموا ايه. انا اتعلمت ايه؟ اتعلمت على ادوات مايكروسوفت بما ان احنا في مسابقه مايكروسوفت، وحضرت دورات عن مايكروسوفت، وحضرت دورات في الوان نوت وفي الفليب جريد، وحضرت تبع الاحتياجات التدريبيه، وحضرت تبع مبادره كذا وتبع مبادره كذا وكده. طيب انت الحاجات اللي انت حضرتيها دي، الحاجات اللي حضرتيها دي ازاي اثرت التيتشنج بتاعي؟ هل اثرت عليا كمعلمه داخل الصف ولا ما اثرتش عليا؟ يبقى هنا الوصف، هنا يبقى فيه وصف نظري زائد رابط. الوصف النظري هقول ايه فيه؟ هقول انا اتعلمت ماذا، وهل اللي اتعلمته ده ايه تأثيره على عملية تعليمي للطلاب. اوكي رقم 2، انا علمت زمايلي ماذا، علمت زمايلي ماذا واثروا على واثروا على المعلمات نفسهم او على العملية التعليمية. اوكي طيب هنا ايه الروابط اللي اقدر ادرجها؟ شهادات، هنا على علمت نفسي ماذا، شهادات المحاضرات اللي انا حضرتها، شهادات الحضور طبعا، مثلا سكرين شوتس من حضرنا طبعا لفليب جريد لايف، حضرنا لويبينار لويكليتس، يعني حضرنا ويبينارز ما كانش فيها شهادات اقدر اخد منها سكرين شوتس وارفقها، ده بالنسبه لتعليمي.
بالنسبة لأنا شاركت إيه كتنمية مهنية، والله أنا شاركت مع الاحتياجات التدريبية بدورة تدريبية، يبقى أنا علمت إيه، شاركت مع إيه، مع زمايلي أو نميت المجتمع اللي حواليا. طيب أنا عملت والله دورة تدريبية في المدرسة بتاعتي، وعندي صور ليها، وعندي شهادات للمتدربات، وعندي بطاقة الدعوة، وعندي الفيديو نفسه المسجل بتاع الدورة التدريبية اللي قدمتها في مدرستي. يبقى ده الأدلة اللي هترفق ليه إزاي نميت نفسي. بس أهم من الأدلة بوصف قال لي ديسكرايب الأنشطة اللي أنا قمت بيها وأدت إلى لبيتر تيتشنج وليرنينج، وأدت إلى نجاح أو لتعليم أفضل وتعليم وتعلم أفضل. تمام، ده بالنسبة للسؤال الأخير. حد عايز يضيف لنا توضيح؟ اتفضلوا كلكم، طبعا بنستفيد من بعضنا كلنا. ليه واحدة ناخد الثلاث أسئلة دوما أوكي، وبعدين إن شاء الله ننقل على موضوع تاني. تمام. الأستاذة سندس تفضل. تفضلي يا أستاذة سندس. السلام عليكم. أهلا وسهلا عليكم السلام. أهلا وسهلا أستاذة سندس تفضلي. بس صوتك شوية واطي أستاذة سندس، لو تعلي صوتك شوي. بقول لحضرتك يا استاذه امال من فضلك بسرعه، ومشكله بسيطه عندي ان انا سجلت بالايميل الجيميل داخل دوله الامارات، قالوا لازم بالايميل الوزاره، فهل انا لو حطيت ايميل الوزاره يراعوا عليا ان انا يعني انا تقريبا خلصت الابلكيشن كامله رجعت انا اعيدها يعني؟ لا ما تعيدهاش ولا حاجة، انت بتبعت رسالة لمايكروسوفت سابورت في الايفنت كور وتقول لهم عايزة اعمل ميرج من الحساب ده للحساب ده بس. وانا انا على فكرة عملت ميرج لحسابي وغيروه لي في نفس اليوم، ما تغيرش اي حاجة. وفعلا ملف حضرتك تحط لنا لو عند حضرتك ولا انت مش من حضرتك من الامارات ولا من الكويت؟ لا عادي، ده ملوش دعوة بدولة معينة، ده رابط دولي، ده رابط مايكروسوفت دولي. قلنا في الشرح الله يعطيكم العافية يعني إذا سمحتم يعني. تمام جبت تمام. قلوا شكرا. العفو. أوكي. بعد في أسئلة؟ أستاذة اللي المايك فتح عنده يفتحه ويتفضل يلقي سؤال. طيب أستاذة مروة. اتفضلي أستاذة مروة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذه مروه. وعليكم السلام. اتفضلي. شكرا استاذه اماني على المحاضره الرائعه. لو سمحت حضرتك قلت بالنسبه لسؤال المشروع البروجكت بالنسبه لللينك بتاعه نجربه في نافذه خفيه، يعني ايه المقصود بالنافذه خفيه؟ انا هقول لحضرتك. حضرتك بتروحي عند مصفح جوجل ومن الثلاث نقط فوق اعلى اليمين وبتقولي نافذه خفيه او انكوجنيتو ويندو. لحظه خليني اشير معاكي. لا او لا اوكي لو انت اوكي لحظه بس شويه. اوكي شايفه معايا حضرتك الصفحه دي؟ بتروحي اعلى اليمين في عندي ثلاث نقاط. اوكي انت معايا حضرتك استاذه سندس؟ مين اللي معايا يا جماعه؟ ايوه انا تمام. عندي الخيار الثالث اهو، الخيار الثالث دي نافذه خفيه، لما افتحها بتفتح نافذه جديده خالص بعيده عن النوافذ بتاعتي الاصليه. ممكن يكون النافذه الاصليه بتاعتي حافظه الرابط او حافظه الرقم السري بتاعي بتاع كل التطبيقات بتاعتي. لا انا بروح عند نافذه خفيه، يعني النافذه كاني فتحها في جهاز جديد واحط الرابط بتاعي فيها واتاكد انه بيفتح من النافذه الخفيه. تمام
تمام الشير نرجع راح. تاني لاستمارة الترشح خلينا نشوف كده السؤال السادس خلاص خلص يا أستاذة ماني بس كده تمام احنا حضرتك قاعدين بناخد بس أسئلة هو خلصت طيب. في باقي السؤال الأول لو الأستاذة الخاصة بالسؤال الأول رجعت طيب. أوكي بس سريعا بقى ونتعقب على السؤال الأول بس سريعا أوكي السؤال الأول بيقول لو أنت كنت في معلم خبير العام الماضي لو كنت معلم خبير في العام الماضي أنت واضح الشير؟ أنا عاملة الشير واضح؟ آه واضح واضح أوكي طيب عندي السؤال الأول سريعا السؤال الأول بيقول لو أنا كنت معلم خبير العام الماضي إزاي فت مجتمع الخبراء اللي أنا فيه؟ طبعا مجتمع الخبراء أنا والله مشتركة في التيمز بتاع الخبراء وعضو فعال بعلق وبدي رأيي أنا والله عندي قناة يوتيوب وبعمل فيديوهات وبشيرها في وبشيرها على تويتر وبشيرها على لينكدين وبشيرها أكيد بتفيد المعلمين الخبراء اللي زيي والله أنا عملت مبادرة في مدرستي ومش بس كانت تضم مدرستي كانت تضم دولة الكويت جميعا دي طبعا دولة الكويت جميعا يعني فيها معلمين خبراء استفادوا مني والله أنا اشتركت في مبادرة الاحتياجات التدريبية والاحتياجات التدريبية مشترك فيها إن شاء الله علموا فيهم معلمين خبراء أقدم وأقول أنا اشتركت في الاحتياجات التدريبية وعملت فيديوهات وشيرتها يبقى ده المقصود بإيه لو أنا كنت معلم خبير العام الماضي وهل ماذا فعلت لتنمية المعلمين الخبراء اللي زي يبقى عن طريق أنا ليه بيسألونا عن مواقع التواصل الاجتماعي عشان بيشوفوا المواقع التواصل الاجتماعي دي إيه نشاطك عليها هل أنت فدت المجتمع اللي حولك من معلمين خبراء أم لا هل عملت فيديوهات أثرت المعلمين الخبراء على مستوى العالم أم لا؟ معايا؟ إيه نشاطك؟ أنت إيه نشاطك؟ يتعلق بمايكروسوفت ولا يتعلق بإيه؟ معايا؟ بهو ده السؤال اللي يخص إيه؟ إزاي أنا كمعلم خبير فت زمايلي الخبراء؟ في ناس ما شاء الله جيست سبيكر في منصات عالمية ناس أعرفهم ما شاء الله متحدثين رسميين في منصات عالمية تبع المايكروسوفت طبعا ده يعتبر من المعلمين الخبراء في ناس على مايكروسوفت تيمز الخاص بالمعلمين الخبراء بيقدموا ورش ودورات لزمايلهم الخبراء هو ده المقصود بأنا عملت إيه طبعا إحنا ما عندناش الحاجات دي كلها مثلا كلنا عندنا قنوات يوتيوب وكلنا عملنا فيديوهات عن أدوات أوفيس اقدر اقول لهم انا عندي قناه يوتيوب وعملت فيها دوره عن ويكليت ودوره عن فليب كريبت ودوره عن ودوره عن ونشرت فيديوهاتي وسط مجتمع المعلمين الخبراء فين هم مجتمع المعلمين الخبراء والله انا شاركت على تويتر وتويتر عندي كتير متابعين خبراء والله انا شاركت على لينكدين واللينكدين فيه كتير معلمين خبراء وهكذا تمام في حد عنده استفسار هنخلي الاستفسارات في الاخر استاذه هدى جاهزه افتح المايك و استاذه هدى ايوه استاذ فوزي مع حضرتك شكرا احنا بنشكر استاذه اماني الصراحه كانت مفاجاه اليوم احنا عملنا فورم الصراحه بحيث ان نختار ست اعضاء من اللي قدموا في الفورم ذو إمكانيات كبيرة وكنت حريص جدا إن برضو ناخد الإمكانيات من دول مختلفة وكنا زي ما أنتم شايفين في الأسماء اللي نزلناها كان فيه من فلسطين والإمارات وعمان و يعني من الدول والكويت الصراحة اخترناهم الحمد لله بعناية ولكن لظروف ما الله أعلم إن كانوا موجودين معنا أو مش موجودين معنا أو جم متأخر إنما الحمد لله أستاذة أماني قامت بالواجب وكان معنا أستاذة كمان حصل عندها ظروف في اللابتوب بتاعها فاعتذرت بنشكر أستاذة أماني على المجهود اللي قضته معنا والشرح الوصفي البسيط الجميل اللي في الوقت اللي كل منتظر تصحيح وتعديل الاستمارة ان شاء الله هنكون حريصين جدا ان احنا ننزل
الفيديو اليوم ان شاء الله، بحيث ان ما فيش وقت اللي عايز يستفاد منه يستفاد منه. يعني احنا كنا بننزل الفيديوهات براحتنا قوي، تاني يوم تالت يوم ما فيش مشكله، لا هنحاول ننزل ده بالذات ان شاء الله، يمكن يبقى اليوم، ربنا ييسر الامر ان شاء الله. اتفضلي يا استاذه هدى، انا هقفل التسجيل واسجل تاني، وحضرتك هنبدا تسجيل معاكي. تمام يا استاذ.